The beginning from 1, 2, 3, 1,
وصلت وصلت وكمان بادي بتاع 7 6 5 ده اول اول ديس اس اور عمل ريسيرش في البادز الاباب ليه اللي في غزه سرفايفل 2 3 4 بدا برج بتاع الله ريسيرش بتاع الميد فيرتيكال بار كم ده مش كل بار لو كتبه كتبه بالنسبه للبوبليك بار بتاع كل منين انا بتاخد من البادي بتاع 3 2 1 وتعدي 7 كم ريسيرش بتاع الميرس بروسيس بتاع 5 6 يبقى الانفيرو بليك بار بتاخد من نفس البادز اللي هم 3 2 1 وتعمل انت تنط 7 تم السيرش في الترانسفيرس بروسيس بتاع ال 5 6 من الترانسفيرس بروسيس بتاع 5 و4 و3 العدد بتاع الاوريجن بتنط 2 تم السيرش في الانتيريور سيرف بتاع نمبر 1 اسميها سبيد بليك بار اول حاجه مش كتار قوي الميدل فيرتيكال بار تبادز بس عشان تعمل حاجه اوبليك عشان تعمل اوبليك يبقى لازم تميل يعني من البادل الترانسفيرس بروسيس من الترانسفيرس بروسيس لبادل فاهم حاجه ولا لا؟ يبقى الاوبليك اللي تحت من البادل للترانسفيرس بروسيس بتاع 5 6 طب الاوبليك اللي فوق مكان ازاي تبدا؟ من 5 و4 و3 ونط 2 وروح نمره 1 يبقى عندي هنا كده تو بارت اوبليك واحد اسمه سير اوبليك بار وواحد اسمه سوبير اوبليك بار كان موت هاي بادل هم طبعا مش مهم قوي انما لو انا بقرا بره الهضره دي بتتكون من كام بارت ولا 3 طب واحد يمين واحد شمال بعض اسمها لونجس كولاي او بسميه لونجس سيرفيس كونسيست من كام بارت بريكت تيرز ميد فيرتيكال بارت بادز بادز بعد بتاع 6 فيرتيبرا من 6 الباد بتاع فوق ما مطلوب يعني انا باخد من 3 2 1 7 6 5 ده اول اوف ذيس ارض سرفايكر فيرتيبرا في الاخر طب انسبت 3 اللي فوق قلنا لهم قولي لو مع كده انا 4 3 2 وخلصت من دبل الفيرتيكال بارت طب قول لهم اوبليك اوبليك وابا اوبليك لو اللوجيكال كده لازم العضله تميل تميل يبقى واخد من بعض الدرجه والسيستم الدرجه معنى فكره كده بتفصل الطلبه دايما في نقطه دي حاجه في الجامب ما بتعملش ده معنى انت خدت اورجي من 3 2 1 نطيت 7 ما نطيتش في بروح 5 6 خدت اورجي من 5 4 3 نطيت 2 ورحت 1 يعني دايما في نقطه في الجامب لما كده ولما كده هنا نطيت 7 وهنا نطيت 2 جامب ما نطيتش العضله اسمها من اللوكس مش انت مش عارف النرف السبلاي بتاعها سرفايكال 3 سرفايكال 8 بص النرف السبلاي ده كان زمان الكلام ده بيبريت بس في التسعينات اول التسعينات بعد دور سوبيكو اذر وايز دور ما كانش حد ما جاب حد جاب الامتحانات دي قبل انما انا النهارده الطلبه الشطار بتوع اكتب معاهم ان انا عندي اربع اطراف يمين واربعه شمال الاربعه فوق فوق الفصل ثاني اثنين اسمه بريف والتبع فصل ثم انت ماشي بقى في المنهج اللي انت قمت هتسمع كومنت كارت ارتي وراها بريف بتبقى باسل سارو جلاند وراها بريف بتبقى باسل وفلان وراها بريف بتبقى باسل وفلان وراها بريف بتبقى باسل مش بس فصورة الكل اللي هم مكان هم يا هم بريف بتبقى باسل واخد ضلاف حسين شافه مين بريف بتبقى باسل اصلا فوق بس هم كده البريف بتبقى باسل اصلا بيشوفوا انا عندي اربع اسماء مش كم ولا مين اربع اسماء في الشغل اقدر استفدت الى ما كده ريكتس تكيك تركيب وريكتس تكيك جسرال ولونجاس جابيسس وحاجه اسمها ونال لونجاس طب عضله كده ونال اربعه تحت الرقم اسمه فيك تبقى طبعا اي عضله فيك تعمل اكسس تدي بند ثلاثه بند واللي قدام يعمل ريفليكشن للرجل قدام كان فاضي عندنا بعد كده على الباك بتاعنا كله شطه في الباك كله اب كلير يعني ما لناش الرابع ليه الباك عليه اربع طلبات اربع ايه؟ طبعا الالغاء ده مش الغاء لان هو العلم مش مهم ولا العمليات اللي على الباك قليله جدا مش كم وعضلات الباك الريجولار جدا مش كم عشان كده هو ده السبب يعني مش بالقوم يعني عضلات الباك دي لا يدرسها او يدرسها غير واحد اشتغل سيرجيكال سيرجيكال في المين في الباين طبعا دول ريليجي او بتوع العلاج الطبيعي فاحنا قافلينهم عليهم هنا ده حتى في البلاستير يمكن في الدكتوراه بس فيعني الغاء مش يعني ما تحسش انك انت قاعد في البيت شوف ايه الحق ده بيلغوا مش كده لا وانت متذكر الكلمتين اللي انت عارفهم في الاول كده يعني عشان نجيب من الاخر الكلام اللي وقت تسمعه بعد كده تقول لك قد ايه وقطع الكتاب وفق امامك يا انا كنت بصفص على فكره كنت بعرف قد ايه اقعد احط الكلمتين دول قالوا ايه الباك بتاعنا ولاد عليه 4 لير في النظر اول لير طبعا النظر في التوس بقى ترابيز اسال سؤال صعب جدا اللي جاوبه عايزين نرفس سبلاي سبلاي كان 3 4 ده سؤال طبيب الدكتور بتاخر السنه بنسال عايزين نرفس سبلاي
فبنت سبلاي اوريدي حتى انت ما سمعتوش مني يعني ما خدتش ميديا السنه دي لما ذاكر بصير تراجل سمع سمع ان السنه مصدرك بتشتغل فاينل ويندو باكسس وركب ترابيزي وسمع ان لها نرد سبلاي من سيرفايكل فليكسس من سيرفايكل 3 4 اوريدي الناس بتعرف يعني فبيجي على السكال يحط علامه على السبلاي ويندو لايف مارك ويسال مين بس اتاتشمنت الميديا البارت هتبقى ترابيزي 3 4 سنه مصدر زي ما نعرف كمان شويه وبالتالي ان شاء الله يبقى ده من البلش مهم يبقى بالتالي النيرف سبلاي بتاعها اللي انا عايزه اسال بقى سؤال صعب جدا للطلبه المختلفين وقت الظهر في الترابيزيوس ترابيزيوس كمان ميديا الثيرد سنة في الفرنس ليجا من اسمه اللي كمان ترابيزيوكي سباين سي 7 اول ثراسك سباين والليجا من اللي اسمه سوبرا سباين سي يبقى دي عضلة مش مهم طبعا مش مهم خالص انا بقول السبب بس لما تشيل السن من الطويل التربيزيس تلاقي دي فيها عضلات اسمها سبلينيا سكابيت سبلينيا سيرفيس اللي هي السكت اللي هي معلش تقولش انا استرش بس انا بهتم جدا بالسيرش بتاع كابيت سيت اللي فيها كلمه كابيت هنا في السكال السكال لو راجل غلسه واحد بيسخن يعني طبعا ما دام عرفت انا ما الغيها اسكت يعني ما حدش غلطان بس اسمها مره عندنا عضله اسمها سبلينيا سكابيت سبلينيا سيرفيس سبلينيا سكابيت سبلينيا زي ولاد لو كده سيرفيس سبلينيا كان رباط رباط الدماغ كده سبلينيا سكابيت رباط بند بندات بند كده رباط الهيد اللي ورا الكبده اسمها سبلينيا سكابيت واحده ثانيه اللي نفس اسمها سبلينيا سيرفيس سبلينيا سكابيت سبلينيا سيرفيس عند المصل اون ذا باك فاني سبلينيا سكابيت اذر تيم سبلينيا سيرفيس سبلينيا يعني بان بعض رباط طيب كده تثبت بدماغك كل واحد واحده مين واحده الترابيزيس كابيس دي بتاخد برج من النص الاجر الترابيزيس النص اللي في النص الميدل هاف اوف الارض الميدل ورك اوف الفلور بارت اللي جاي من الترابيزيس مش الابر بارت والسباين بتاع السبع والابر فور ثلاث سباين يبقى انا جيت قلت معاكم ايه الاجر بتاع الترابيزيس كابيس كل تحت الجزء اللي في النص فببص على واحد من ورا الطرف اللي جاي دايما كلامنا كده ده اكسترنال اوكسيبيتال بروتيبرنس تو بي نيوكال لاين اند هي نيوكال لاين حتى الحين دي السيرفايكال فيرتبرا سبعه وانتوا ثلاثة فيرتبرا 12 الناس اللي قاعدة صح يا قلب اسمع كويس قوي عندنا في عضلة تسميها سبلينيا سكابيت سبلينيا سكابيت سبلينيا سكابيت طب جورج منين؟ قال الدكتور هنا في ليجامنت اسمه الليجامنت ده ليجامنت ترميوكي واقفة بكده العضلة بتاخد جورج من اللور بارت بتاع ليجامنت ترميوكي والسباين بتاع نمرة 7 والابر فور ثلاثة فيرتبرا سباين وترتب الريسبشن في الباك بتاع المستوى بروسيس واللاتا بارت بتاع سوبير ميكا لايت واحده يمين واحده شمال العضلتين دول هما في كده شد الجمجمه اللي بتقع كده اسمها سبلينيا سكيبس اسمها سبلينيا سكيبس هو سبلينيا سكيبس ولا لايت اون ليفت اورجن كنا بنحفظ الطلبه ايام كانوا مهمين ليفت نيان او ليفت روم ريفت صح ايام كانوا بنحفظهم لهم نص الاورجن اوف ترابيزيس ايه معنى نص الاورجن بتاع ترابيزيس ترابيزيس بدا من فوق هنا انا سبت الجزء اللي فوق وده تحت الثلاثي 12 انا خدت فوق انا خدت نص في النص يعني اللور بارت بتاع الجبين ترنيم سباين بتاع سبعه والابر بارت فور ثراس سباين تقريبا وصلت الامور العضله اللي اسمها سبلينيا سكيبس اسمها ايه؟ سبلينيا سكيبس طبعا نفس السبلاي سيرفايكال بيرد مجنون الميدل سيرفايكال الدور سيرفايكال اوف ميدل سيرفايكال ما اقدرش اقول الارقام الارقام بريئه ناس 4 و5 6 ناس 3 4 و5 ناس كده فميدل حتى جريت انا تو بكتب كده فمش محتاجه ارقام يعني فالعضله كده طبعا العضله دي مش هتقدر تعمل السنتشر اللي هي تسحبها لورا وتلتت الهيد تو السيم سايد تلفري كده كمان فالعضله تقدر تعمل اكتر من اكشن بس مش راح تضحك جاست نيم العضله اللي في الغالب بيقرا للتعليم الوقت فاضي بيقرا مش غالب بيقرا العضله الثانيه اسمها اولاد سبلينيا السيرفيسي اي سيرفيس حتى ما تقراش مش هيقول مره تطلع من سبلينيا السيرفيس تطلع من سباين بتاع ثلاثه باربعه وخمسه وثالث والرابع والخامس والثالث سباين تروح تعمل سيرش في الترانسفيرس بروسيس اوف ابر 2 or 3 cervical vertebra upper 2 or 3 transverse process spine transverse process spine 2 transverse process ما العضلة دي سبلينيا سيرفيسز يبقى انا عندي عضلتين سبلينيا سي او سبلينيا سي بقى المكان سبلينيا كابيت اس سبلينيا سيرفيس انا لو عندي لو انا بذاكر يعني بعد ما عارف المعلومات دي هكتفي بالريسيرش بتاع الاولانيه اي حاجه تلبس الجمجمه عايزها عايزها تبقى عشان تبقى في دماغي يبقى في عضله اسمها سبلينيا كابيت عضله اسمها ايه؟ سبرينيس كابيس هذا اسمه ايه؟ احفظ الانسيرشن ان انسيرتت في الباك بتاع الستوت بروسيس كلها تبارت خط الاولاد سوبير نيوكال لاين اسمها العضله دي سبرينيس كابيس اسمها ليه؟ سبرينيس كابيس اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بتشرح من الورا اول طبقه تشيلها تبقى مين؟ ترابيز شيل هتلاقي تحتها تو رباطين
splinjes, 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 sve splinjes, e, splinjes ke vici, splinjes servis, splinjes ke vici, splinjes servis, citova, tenis, tetova. Tata adalat ismer simis paneris ke vici, usimis paneris servisis, ulungismas ke vici, ulungismas servis. Tama demel nara salim, ili mi akibilo kelime ismer ke vici. Mas kipto da, bardo mi šerke. أنا ما دائما كلمة كبيتة الطلبة اللي هو اللي عارف إنه 10 من 8 10 أوائل الثلاثة أوائل الأول على الدفعة كده قلت له بص عليهم كده عشان إيه بتفرق معايا أنا لوحدي. فالفيهم كلمة كبيتة دي بتختلفها في سنين. فعندي عضلة اسمها سينيس باينيريس كبيتة. سينيس باينيريس كبيتة. وسينيس باينيريس كبيتة. الأرش بتاعهم الترانفيرس بروسيس مش الاسباين بقى الترانفيرس بروسيس. أوف أفر 6 ترانسفير تيبس. في أذر أرش لو قريت ليها لا أذر أرش. لو ده السكر بتاع الروح فينا عملته كده طبعا اللي جاي ده مهم جدا ده اكسلنا تسيب التركيب حط ده اسمه سوبي نيو كلاين اكسلنا تسيب التركيب حط ده اسمه سوبي نيو كلاين الناس الشاطره تسمع ده السباين بتاع 1 2 3 4 5 6 7 ثلاثي 1 2 3 4 5 6 7 وعد شغال كل برتبرا لها بروسيس اسمه ترانسفيرس بروسيس ترانسفيرس بروسيس يمين وشمال رايت اند ليفت ترانسفيرس بروسيس ترانسفيرس بروسيس العضله هنا اسمها سبانيلز كبيس حط علامه ولا حد يقول لي المنطقه دي اسمها ايه بروسيس المنطقه دي الميديا بارت بتاع الاريا بين السوبيرير والانفيرير نيو كلاين طب المنطقه دي اسمها ايه؟ لا انت بارت بتاع الاريا بين السوبيرير والانفيرير نيو كلاين طب المنطقه دي اسمها ايه؟ ميديال بارت بتاع الاريا بيلو الانفيرير نيو كلاين طب ما تنسى اسمها لا انت بارت بتاع الاريا تحت الانفيرير نيو كلاين قعد 4 متر قلنا ال 4 متر دول في اربع عضلات هنا على فكره زمان قبل الدكتور ادوار قال بتتفصل دلوقتي الطلبه اللي هو كان في النيل اسمها جندوم مش كام ده حتى اقول لك تتمال الراي فاكرين مع بعض الاثنين ديت يبقى 2 3 4 النقطه دي انا عايز احفظها دلوقتي ان بيطلع عضله اسمها سيمس باينيريس كابيتس سيمس باينيريس كابيتس هتدوس على الانسرشن تحط عليه خط كده يبقى سيمس بقى عشان ما تتفاجئش بس باللي جاي ما تبقاش عامل زي البواب مش كنت حافظها مش عارف عنها خالص سيمس باينيريس كابيتس بتاخد ارجي من الترانسفيرس بروسيس في ابر 6 سورس بيرتر ابر 6 سورس وتنزل في المنطقه دي مين المنطقه اللي راح تطلع دي؟ قالوا عضله المنطقه دي اسمها ميديال بارت بتاع الاريا ميديال بارت اوف اريا ميديال بارت اوف اريا بين السوبير وبين الميكروفاين اسمها العضله اللي انت قلت سيمس باينيريس كابيتس اسمها ايه؟ سيمس باينيريس كابيتس نفس الاورجن اللي هم الابر 6 تطلع منهم عضله وتمشي ديب لديت وتروح للسباين بتاع السيرفايكال فرتبري من 2 ل 5 مش عايز اي سيرفيس كده بالشكل مش كامل ده بس عارف ان في عضله جنبها يبقى عندي عضلتين واحده اسمها سيمي سباينيرز كابيت سيمي سباينيرز سيرفيس انا عايز سيمي سباينيرز كابيت عايز مين سيمي سباينيرز كابيت عايز مين سيمي سباينيرز كابيت والانسرشن كمان خط تحت الانسرشن كده عشان لما اجي سيرتها كمان دقايق ابقى عارف يبقى سيمي سباينيرز كابيت دي انسرت اثنين انا انسرت في الاريا اللي بتميد دي البارت بتاع الاريا بين السوبيل والانتير نيو كلاين يبقى انا عارف العضله دي اسمها سيمس باينيريس كابيس اسمها ايه؟ سيمس باينيريس كابيس اسمها ايه؟ سيمس كابا اسمها لونجسمس كابيس لونجسمس مش لونجس اللي قدام كده اسمها لونجس كابيس لونجس كابيس اللي ورا اسمها لونجسمس اسمها ايه؟ لونجسمس اللونجسمس تاخد برج مش تاخد برج بس 1 2 3 4 ابر فورس راسل فيرتيف اللي قبلهم كانوا بياخدوا من ابر 6 لان واخد ابر 4 برضه بتاخد برج فرد العضله اسمها لونجسمس كابيس لونجسمس كابيس الكابيتس تروح تعمل انسيرشن في الباك اوف ماسكولار بروسيس دي بالعضله اللي خدناها من شويه اللي كان اسمها سبلينيس كابيتس يبقى في عضله اسمها لونجسمس كابيتس وعضله اسمها سبلينيس كابيتس الناس اللي ترجع للصفحه اللي كنا فيها فوق عضله اسمها سبلينيس كابيتس اسمها سبلينيس كابيتس السبلينيس كابيتس قلنا هي نص الارج بتاع الترابيز وهتعمل انسيرشن في الباك بتاع ماسكولار بروسيس ولا انت بارك يونيكال لاين دي لها في عضله اسمها لونجسمس كابيتس انسبت في الباك اوف ماستر بروسيس دي للسبلينيس كابيت اسمها لونجسمس كابيت اسمها لونجسمس كابيت اسمها لونجسمس كابيت في لونجسمس سيرفيس مش تراه زي الارج بتاع الكابيت بس بتعمل انسبت في الترانسفيرس بروسيس من 2 ل 6 سرفايكال فيرتيبل ولا كانك سنتين وهنا اقدر اسال سؤال في عضله تبقى جنبها كده هتروح الترانسفيرس بروسيس بتاع السرفايكال في 2 لغايه 6 وبالتالي اقدر اسال سؤال انا على الطبقه الثالثه في اربع عضلات ايه الاربع عضلات في الطبقه الثالثه؟ اسال سؤال عضلات اسمها سيمي سباينال وعضلات اسمها لونجسمس سيمي سباينال ولونجسمس سيمي سباينال ولونجسمس سيمي سباينال اسمها لونجسمس دي الطبقه الثالثه
يبقى التاني بقى لما تشرب حقن البني ادم عايز اسالك سؤال صعب جدا، تقول لي يا ابني طبقات الارض اللي على البيت الكلام ده وانا عمري شربته بقالنا مثلا يمكن ما يامك الشعر اسود، فلو جينا مع بعض لو ضربت على البيت تبقى مين؟ يبقى اول طبقه تبقى مين؟ ترابيز شدها اللي تحتها اطراف الاربطه سبلينيس اسمها ايه؟ سبلينيس اسمها ايه؟ سبلينيس بابيتس سبلينيس سيرفيس في التوب لقيت بلوك في العضلات اللي لسه متفرقه طويله بقى سيمي سباينالس كابيتس كولونجسماس كابيتس سيمي سباينالس سيرفيسز كولونجسماس سيرفيسز كانت كده حكي بس انا يهمني اتشف الجمجمه في هنا بقى ليا واقفه في الشطار قوي بتوعنا في السالفه في المدرسه قالوا ليه؟ المسؤول بروسيل ده ولاد الطلبه الصحيين هنسمع اللي جاي ده مسؤول بروسيل كده هنسالها لونجسماس كابيتس واللي قبلها لينياس كابيتس مش كده ولا اللي قريبين من دول اسمهم سيمي فاينل عشان الفلينس خالص مش كده ولا في سيمي لو حطيت عليه بس ما فيهاش غير بس بصراحه يعني فجينا حطينا عضله اسمها هي نص الترابيزيس نص الترابيزيس تمشي على دي الترابيزيس كده اسميها العضله دي سبلينياس كابيتس اسمها ايه؟ سبلينياس كابيتس شدها اللي تحتها تلس باينال ثابت على فكره الكلام ده مش مهم قوي احسن يبقى اول تقلب الحصه في الكلمتين دول الشطار بس كده وليه ده مسؤول بروسيس هتبت عليه النهارده العضله الثانيه اللي هتسوي هتبت عليه من جوه كان في جروب كده العضله اسمها الدياس وفي عضلتين سمعنا عليهم دلوقتي سنين استبيتس في الجسم عامل حاجه غريبه جدا الخط اللي عالي فوق ده يبقى السنه المسؤول ده انا كنت كمان ده وفي عضله اسمها الاسكابيتس وعضله اسمها لو جسم اسكابيتس ومن جوه بوستير بيلي اوف ديجاس يعني مصر بروسيد يجيب اورج اللي كم او كم اتاتش مش كم عضله اربعه استنى مصايد ده مص برفيش اللي لسه ما خدناهاش استنى مصايد هيبقى دي لها عضله اسمها سبلينيا اسكابيتس ودي لهم عضله اسمها لو جسم اسكابيتس وعلى ال100 ديال سايد عضله اسمها بوستير بيلي اوف ديجاس تعالوا نتفق عشان ما نبوظش الحصه وانا بقرا العضلات اللي فيها كبير بس اقرا الانسبشن مش كده لا خدت كده تحت الانسبشن وانت رايق بيكم يعني تحت الانسبشن كده ادوس عليه مره فلما اجي اسال سؤال عضله اسمها ريد طبق الطب لو الراجل قاعد كده طبق الصحيح دماغ الراجل من ورا ده اكسل اكسل طب كيف راس سكرين ميكا لايت سكرين ميكا لايت 5 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 لما طلعنا من السباين والليجامين ترنيوكي ونروح الانسبشن هنا كده اسمها ايه العضله اللي بتستعمل لها؟ سبلينيس كابيتس اسمها ايه؟ سبلينيس كابيتس لو طلعت من الباين بتاع 3 6 بس مش مهم ورحت للترانسفيرس كونسيبت بتاع ابر 2 او 3 سميتها سبلينيس يا جماعه سيرفيس مش عايز نكس البايكر مش كده لا يعني استخدمها في البيت سيرفر مش كده لا هتيجي كده بقى بعد كده ولاد يبقى دي سميتها ولاد سبلينيس يا جماعه كابيتس سبلينيس يا ولاد سيرفيس عايزين بقى عضله اسمها سيمي سباينال كابيتس دول كنا سباين هنروح لحاجه اسمها ترانسفيرس بروسيس ترانسفيرس بروسيس 1 2 3 4 5 6 واروح اعمل سيرش في الحته دي اسميها العضله دي طبعا كده سيمي سباينال كابيتس ولا ايه؟ سيمي سباينال كابيتس بلاش تفهم طب لو جسمس كابيتس لو جسمس ما الترانسفيرس بتاع 1 2 3 4 وتروح للباك بتاع ماستر بروسيس دي عضله ودي عضل مش عايز الاثنين تانيين اللي عضل مطفولين ولا ضغطين مين ضغطين من بره كده هذا سميتها سبلينيس كابيتس وهذا اسمها لونجيس وستريس سبلينيس كابيتس ولونجيس وستريس شنو هم هلاقي الديب لاير اللي انتوا هتذاكروها يبقى الديب لاير فيها الصف وكسي بتاع الترانجل محدود باربع عضلات من الذاكره يبقى اللاير بتاعتنا تاني للطلبه اللي بيرسموا التايب اول طبعه تبقى مين؟ كابيتس شتها سبلينيوس كابيتس ستون سيمس باينير كابيتس او واحد اول عضل تبقى مين؟ ترابيزس شتها نص الترابيزس ترابيزس ونص الترابيزس اللي اسمها سبلينيوس كابيتس ستون سيمس باينير كابيتس سبلينيوس ترابيزس كانت سباين ونصها سيمس باينير سبلينيوس كابيتس كانت سباين اللي بعد كده يبقى الفرش الترانسفيرسي او لاز بروسيس بلاش خالص عشان ما تخش في بعض اكتر عايز اسال سؤال اسماء الاربعه ليرز اللي انت بين اول طبقه تبقى مين؟ اول طبقه تبقى مين؟ طب شلتها لقيت عضل ماء سبلينيس كابيتس وسيرفيسس مش عايز شلتهم لقيت صورة الاسماء سيمي سباينيس كابيتس ولونجيسماس كابيتس
سيمي سباينال كابيتس بروجريس، بس خلصت كده بقى وعشان انا الديب لير فيها اربع عضلات اللي بيعملوا طرنج اسمه الصف وسيبي ثلاث طرنج دي. البرتيبرا اسمها اطلس والبرتيبرا اسمها اكسل. بصوا الناس كده مالك الناس اللي ضميرها صاحي عشان الكلام ده مهم. انا ولاد الناس اللي عندي دي البرتيبرا دي اسمها اطلس. الاطلس دي ولاد قلنا ليها عرش قدام عرش ورا، هتشيل عرش قصير وتشيل عرش طويل. مالهاش سباين، ليها بدل سباين من ورا تصير تبان. طبعا لو ليها سباين تبقى تفضي راسك لورا كده يبقى في الجمجمه يمنعها. فاللونج سباين كان منها اكستنشن الهيد. فبالتالي بدل سباين اللي هي تبرك من ورا اسمه وسير تبرك اسمه ايه وليها سوسير. يبقى دي فرتبرا اسمها اطلس اللي هي نمره واحد. كونسيست من لاتر بس بون ولاتر بس بون كتلتين عضل على البوست سايد كونكتد بسمول انتيرو ارش انتيرو ولونج وسير ارش وسير. Every spine, every vertebra has a spine. He has no spine. Instead of it, it has multiple names. Posterior tuberculosis, named A, posterior. Every vertebra is my name, Atlas. The third is my axis. The axis has a dental process in the very middle. تعرف أنت رأيي بالأكسس دي تبقى طالع منها الورا السباين بتاعها لارج سباين سو لارج سباين سو لارج سباين سو لارج سباين. يبقى العضلة الفرتبرا دول اسمهم أطلس وهي أكسس. الأطلس الأولى والأكسس الثاني. الناس اللي عندها دم وضمير ارواحنا كده لو السكان بتاع واحد بيوصل من ورا وليه؟ يبقى لو ده فك السكان من ورا اسال سؤال بقى كده معايا. الناس اللي سامعني كويس بس عندها ناس شاطره قوي اللي عندنا ده اولاد بينهم مع بعض ده عباره عن السكان بتاع واحد كده. لو عملت كده قلت ده ايه ده؟ وايه الخط ده؟ وايه ده؟ وايه الخط ده؟ قلنا سوبير نيوكال لاين سوبير نيوكال لاين سنه اوكسيديتر كريست والارياز اللي بينهم هعرفها upper part lower part. هنا عضلة اسمها سيمي سباينالس كابيتس. اسمها ايه؟ سيمي سباينالس كابيتس. يبقى العضلة تروح هنا اسمها سيمي سباينالس كابيتس. اسمها ايه؟ سيمي سباينالس. اسمها ايه؟ سيمي سباينالس كابيتس. اللي في الطبقة التالتة اسمها ايه؟ سيمي سباينالس كابيتس. في عضلة تروح للباك بتاع المنطقة بروسيس العضلة اسمها لونجسمس كابيتس اللي في الطبقة التالتة برضه مش كده. يبقى الطبقة التالتة انا عندي عايز منها عضلتين في دماغي. عضلة اسمها ايه؟ سيمس فاينانس كابيتس وعضلة اسمها لوجيسمس. لما تشيلها توصل للطبقة الرابعة اللي احنا بنتكلم عنها. اللي لاقي ورا دوت ده البوستيريو ارش اطلس وده البوستيريو تيبس وده السباين بتاع فرتبرا اسمها اكس. دي ليها ترانسفيرس بروسيس وترانسفيرس بروسيس. اسمعوا اللي جاي. كلنا عندنا عضلة اسمها ريكتس مستقيمة. ريكتس خط ريكتس فيبرس. ريكتس مينينج ستريت. عضلة اسمها ريكتس. ريكتس كابيتس. كابيتس يعني ايه؟ جمجمة. بوستيرا عشان احنا ورا ماينور صغير قال يبقى في واحده مين ريكتس كابيتس بوستير ماينور بتاخد اوج منين البوستير تبركل بتاع الفرتبرا دي بوستير تبركل اطلس ونزلت في المنطقه دي لو حد قال لي الاوج ما تصيرش يبقى معلم قوي 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 اطلس اسمها ايه ريكتس كابيتس بوستير ماينور لو خدنا من السباين بتاع نمره 2 نروح للاريا دي تبقى ريكتس كابيتس بوستير مين عايز الاوج ما تصيرش بتاع العضلتين دول لو نفكهم صح واحده من البوستير تبركل اطلس اللي هي فوق ورحت للميديال بار واحده من السباين بتاع الاكسل رحت للاتر بار واحده كبيره واحده صغيره دي كبيره من الصغيره بقى اكيد دي صغيره واكيد دي كبيره ولا العكس يا ولاد لما حين والله يبقى في عضله اسمها ايه؟ ريكتس كابيتس بوستيرور ماينور عضله اسمها ايه؟ ريكتس كابيتس بوستيرور ماينور العضله دي ممكن تشد الليل اللي ورا كده مش كده لا تشدها لك لورا كده ممكن تلف هيك شويه لنفس الناحيه الثانيه مش كده لا اسمها العضله دي ريكتس كابيتس بوستيرور ماينور وريكتس كابيتس بوستيرور ماينور عايزين اثنين ريكتس ريكتس ايه وريكتس ايه بقى المكان ريكتس كابيتس بوستيرور ماينور وريكتس كابيتس بوستيرور ماينور مين في عضله اسمها اوبليكاس انفيرو اوبليكاس سوبيرو اوبليكاس يعني منقله هتاخد اورج من السباين بتاع نمره 2 وتروح للترانسفيرس بروسيس بتاع نمره 1 بوستر انفيرو بار تحته على اللفه كده شويه البوستر انفيرو كده بوستر انفيرو بار بتاع الترانسفيرس بروسيس بتاع نمره كام واحد اسمها العضله دي انفيرو اوبليك او عشان نجمعها نطلعها بلاتيني نسميها اوبليكاس انفيرو ايه معنى اوبليكاس انفيرو يعني انفيرو اوبليك لو خدنا اوج من الابر سيلف بتاع الترانسفيرس بروسيس نروح للاريا دي العضله اللي سميتها سوبيرو اوبليك يبقى عايز الاثنين اوبليك واحده جايه للترانسفيرس بروسيس واحده طالعه من الترانسفيرس بروسيس اللي جايه للترانسفيرس بروسيس جايه من السباين بتاع الاثنين واللي طالعه من الترانسفيرس بروسيس راحه للاتا بارت بتاع الاريا
يبقى العضله دي اسمها ايه والعضله دي اسمها ايه؟ معرفه كده بص اسمها هيفيل اوبيك والثانيه سميتها سوبيل اوبيك. هسال السؤال او اوبيك هيفيل اوبيك سوبيل حد بقى من الصحه يقدر يقول لي مين دي؟ بس دي مش تعرفوها ريكتوس كابيتس بوستيرو اي ماينس تحتها تاني طب اللي هي ريكتوس كابيتس بوستيرو ميجر تحت ناحية تانية والعضلة دي اسمها اوبليكس انتيرو بس تحت ناحية تانية ودي اسمها اوبليكس سوبيرو بس تحت ناحية تانية كده عملنا أربع عضلات إيه الأربع عضلات بقى بتوعنا كده عشان في تو ترانجل واحدة يمين واحدة شمال اسمه الترانجل ده سب اوكسيبيتال ترانجل ده اسمه إيه؟ سب اوكسيبيتال ترانجل محدود بأربع عضلات طبعا ركز كبير بتصير ماينر بره الترانجل بس بيحطوها معايا لأن العضلات بتلزق جنب بعض قوي فبيختبروها مع بعض ميديال وورد ميديال وورد هما الاثنين إنما إن جنرال العضلات كلها النيرف السبلاي بتاعها اسمه سب اوكسيبيتال نيرف اللي هو دور دايرس اوف سي 1 سيرفايكال نيرف نمبر 1 زي أي نيرف بتسمى الأنتيو برايمري ريمس والسيرو برايمري ريمس طبعا فلازم تاخد دور السيرو برايمري ماينر ما بتستخدمهاش ليا فبيديها نيرف سبلاي سب اوكسيبيتال نيرف اللي هو دور دايرس اوف سي 1 الاكشن بتاعهم التكنيك التلف اللي هتدي الهيد التلف اللي اي كلام الاربع عضلات بتوعنا دول اسمهم يا اولاد اللي هم بتوع فورس لير الفورس لير فيها كم عضله؟ اربعه مين الاربع عضلات واحنا نايمين؟ عضله اسمها ريكتس كابيتس بوستير ماينور ريكتس كابيتس بوستير ميزور انفير اوبليك سوبير اوبليك اسال سؤال العضلات دي فين لير؟ الثالثه ولا الرابعه ولا الاولى؟ لا الاولى من جوه يبقى الاولى من جوه الثانيه من جوه الثالثه من جوه الرابعه اللي بره مش عشان اتخبلت مش كده لا يبقى عندي كام طبق اولاد اربعه للطلبه اللي بتناموا وتنزل دراسه في وسط الايام اصحى يا عايز اسال سؤال الطلبه كله تجاوب العظم دي يا اولاد لما بص على السكان من ورا الطلبه شطار قلنا بقى كده ايه ده؟ اسمهم خطوط دي سوبير نيوكا لاين انفير نيوكا لاين سوبير نيوكا لاين انفير الاريا دي والاريا دي والاريا دي والاريا دي قلنا مين اربع اريا دول في ده بارت بتاع الاريا بين السوبير نيوكا لاين في ده بارت بتاع الاريا بين السوبير نيوكا لاين في ده بارت تحت السوبير نيوكا طبعا كان زمان قبل الدكتور ادوار بيشرحوا في عمل كان بيخش لقوا الشرايين الطبيعيه بس كان مخصوص بس كان مقارن الناس قال جدا لا ده مش كده ده مين دي؟ لو حد بابا كان تمين شويه قديم شويه كده هتبقى الاسكان بتاعته الكلام ده متلون عليه الاربع عضلات اللي انا هقولهم دول ريكتس كابيتس بوستيرو ميجور ماي ميجور ماينور لونجس سيمس بانال كابيتس والسوبير اوبلي كم عضله موجودين كده اولاد اربعه الاربع عضلات الموجودين في انهي لير في الفورس اللي تعالى بص على البورد لما بص على واحد من ورا يبقى الاطلس فيها بصير ارش عليه في ميل والاكس فيها سباين يبقى لما حد فينا يبقى صاحي نقدر مع بعض الفرتبرا فين؟ دي فرتبرا اسمها اكس نمرة اثنين اللي راجع منها لورا ده اسمه ليل سباين ودي فرتبرا اسمها اطلس نمرة واحد ليه من ورا ارش اسمه بصير ارش طلع منه تبركل اسمه بصير تبركل الاطلس ديت تبقى نمرة واحد راكبة فوق الاكس دي نمرة اثنين الاثنين دول عاملين كده فوقهم الجمجمه بتركب كده لو انتوا فاهمين الراجل ده بتبص له من ورا يبقى المنظر بتاع اي واحد فينا عامل كده مين البرتبرا دي سميتها عضله الثانيه دي سميتها بلاد اكس لو عضله طلعت من البوستيريو تيبركل بتاع نمره واحد وراحت للاتا بارت بتاع الاريا ديت اسميها العضله ديت ريكتس كابيتس بوستيريو ماينور لو جينا من نمره اثنين ورحنا لاتا ليها كده تبقى ريكتس كابيتس بوستيريو ماينور لما السباين بتاع نمره اثنين رحت للترانسفيرس بوست بتاع واحد يبقى اسمها انفير اوبليك الترانسفيرس بتاع واحد للاتا بارت بتاع الاريا اللي فوق يبقى سوبير اوبليك كم عضله كده موجودين؟ اربعه اللي بنسميهم عضلات انهي لير لو كده فورس لير يبقى عندي اربع عضلات عندنا بقى ترانجل اسمه سب اوكسيبيتال ترانجل سب اوكسيبيتال ترانجل ده مين بيرد؟ طبعا الطلبه اللي مش هتقراها مش هتقرب له مش هتقرب له انت هتلاقي في الكتاب كده كنت تبص عليه وتسيبه تقرب المنطقة المرسومة دي اسمها سبب معدل الامتحانات طبعا نقول مرتين في عهد 34 سنة لما جيت سيرت في الفترات اللي فاتت ديت مع الدكتورة اسمها الدكتورة بيوزي من سنتين كده قالت اجيب سبب اوكسيب الترانجل القسم كله متوقع سبب اوكسيب الترانجل سبب اوكسيب الترانجل دي بيرات في اخر الصفحة ديت عشان هو مدفوس والواحد مدفون كده تحت سبير كده مش باين الصفحه دي دايما يقول لك عضلات الباك ملغيه ويتقلب معاهم لا هنا اكتب جنبها مي بي ريت وغير قابل للتاليف هتالف ايه؟ لو ما عرفتوش مش هتكتب وانا صعب مش هتكتب دلوقتي الكلام اللي هقوله ده مش هتسيبك في المنهج تاني فور ذا فيرست اند لاست تايم الباقي انت الحاجات دي تسيبك كذا مره
انما ده فور ذا فيرست اند لاست تايم بس كم الشخص الثاني فبالتالي نسيت لو تايم ده مين بيرد اني بيرد انما لو ليله انت واحد بيقول لي ما ذكرتش فاروت اعمل حساب اقسم التطرنج هشتم الفوت صراحه ثاني قال كده مش هينفع مش كم لا يعني ده ما بيذكرش ده طبقه معينه من الشعب في مش كم لا في طبقه معينه انتوا عارفينها مش كم لا اللي بيدافع رقم الخداع ورقم كذا وكلام من عارفين اشكال مش كم لا فطبعا اللي بيذكروا مش كم لا انما الشعب اللي ما يعرفش اول كتاب فيه سكالب مثلا لو في حاجه سكالب يا سكالب يعني كنت كاتبينها غلط ولا عندنا بعد كده بنفس اربع نعمل الترنج بتاعنا الترنج الدول صف اكسيب الترنج الناس اللي قاعده نايمه في الدرس عندنا اولاد حاجه اسمها فوسيل اطلنت اكسيب الترمبرين الممبرين ده ممبرين الفاشيا يوصل مين بمين يوصل السكالب من الابر بالتب الناس اللي بتقعد في الدرس صحيحه او نايمه تسمع كويس قوي الفرن دي كانت اسمها فرن ماجن ليها فوسيل بوردر وفوسيل بوردر فوسيل بوردر بينزل منه ممبرين الممبرين اللي نازل اسمه posterior atlanto occipital membrane اسمه ايه posterior atlanto occipital membrane اسمه ايه posterior عشان واحد كبير السبب تروح في الابر بوردر بتاع البوستيريور ارش عامل كده يبقى في ممبرين كلنا عارفين كده شرحت اي واحد فيكم لاقي الممبرين ده موجود اسم الممبرين ده posterior atlanto occipital membrane السبب يوصل مين بمين posterior بوردر بتاع البرومان بالابر سيرت بتاع البوستيريور ارش اتلانتو فيرتيبرا اسمه ايه الممبرين ده posterior atlanto occipital membrane اسمه ايه posterior atlanto occipital membrane ليه سميته atlanto عشان atlanto vertebra ليه سميته occipital عشان الفورم الماجنم تبع occipital bone فسميته ايه لو كده posterior atlanto occipital اسمه ايه posterior atlanto occipital membrane ده اتنين راح فين الدكتور ده انت لما تشرح واحد من ورا دي الفورم اللي اسمها الفورم الماجنم هينزل الممبرين كده سبت واحد البوستير ارش بتاع القطر تمام كل الناس اللي صح معايا هو ده البوستير ارش بتاع القطر اللي جاي ده بقى صح السرحان يبقى انت شايف ان ده البوستير ارش بتاع الاطلس وده الممبرين اللي اسمه البوستير اطلنت اوكسيبيتال الممبرين هتقطع اللي جاي ان انا عملت عضله سميتها انفير اوبليك وعضله سميتها الكوليريتس كابيت بوستير ماينر واكس كابيت بوستير ابليك ميجر وعملت عضله اسمها انفير اوبليك وعضله سميتها سوبير اوبليك يبقى الفلور بتاع الترانجل ده حاجتين مين في الفلور بتاع اللي انا مش طب حطيت لي كده في الترانجل انا ايه عظمه ممبرين مين العظمه الممبرين ممبرين سير ارش بتاع اطلس ممبرين اسمه سير اطلس سير ممبرين طب حدوده ميديال ايه ولاتر ايه ومن تحت ايه بقى لو ما جاش انا دكتور ميديالي العضلتين دول اللي هم العضلتين دول مين ريكتس كابيس سير ماينور وريكتس كابيس سير ميجر واحد يقول لي الماينور بعيده بس الكتاب هيحسها مش كنت غلط طب مين من تحت الانفير اوبليك مين على اللاتر سايد سوبير اوبليك عايز واحد يقول لي حدود الترانجل هو انت ميديال ايه ولاتر ايه ومن تحت ايه قالوا ميديال ايه عضلتين اللي هم زي بعض ريكتس كابيس سير ماينور ريكتس كابيس سير ميجر ده بتصور بقى لنا ساعه بنشرح بالقلم لسه ده بس بس اهم تحميله صراحه عشان نايمين ولا فاهمين هم بيتكلموا ده مش كده خليها سودا هم نفسهم بس نور كمان ما فهمتش انا اضافه ولا ما في حاجه وده هل يحس كده ده على الطاوله زي كل مره قالوا ليه فعندنا كده ده مش رافع طب اخد ايه بقى العضله اللي سميتها ليه ريكتس كابيس سير ماينور حسب الدكتوره قبل ما تدوها عليكم ايوه انا خدت القهوة انا منال فاضل بعد كده الطلبة الشطار اللي مين عايزين روح مين يعمل روح معاه ناس عضلتين الفيلم كلمة كبيرة عضلة طالعة من هنا من الباين بتاع مين ولاد من ترانسفيرس بروتكشن بتاع الابر سكس فايجر بتاعت بروتكشن في صح المشاهد ربنا كريم ليه والله بعد ما تطلع من الترانسفيرس بتاع 1 2 3 4 ممكن اسمها لو جسم بس طبعا كده انت بقيت ضيف من الضيف القعده بقيت في القعده مش كامل لا فيبقى كلمه فيها كبيت سريع عشان خاطر احطهم في الروح مش كامل السرد ايه طبعا تقول لي فوقهم عضله اسمها سبلينيس كبيت فاشفع بقى وفوقهم ترابيزس فاشفع بقى فوقهم سكينو فاشة ما فاشفع بقى متغطين بالمرتبه اللي انت نايم عليها مش شعبيها مش كامل بس مش بتقعدش تطول مع عشان تستنيه منه بصراحه يعني لكن طب ما نحط دي طب ما نحط دي طب ما نحط اللي انت عايز تحط ايدك على فكه منها ده حاجه بتاعتك فعشان بس الامور تاثر يبقى الروف هم الطبقات بتوع الثالث لير بس مين ثالث لير لو كده عضله اسمها كينس باينيرس كابيتس وعضله اسمها لونجستس ده الروف مش كامل يبقى بالتالي
تمثل اللي هم بتوع السرد ليه؟ تمثل من السرد لان انت بتفرس ليه؟ قالوا ليه؟ فكان انت بتتكلم على الروف يبقى بواخد روحاني ليه ليه؟ السرد ليه؟ كان اسال سؤال الطلبه المعبقره ترجي ده اسمه ايه؟ سابوكسيبيتال تراينج، سابوكسيبيتال تراينج الموجود في انهي لير يا ولاد؟ فورت لير. الروب بتاع عضلات السرد لير اللي راحوا الاسكال اللي هم اسمهم سيمس فاينالس جابيتس وبيسكوس كابيت. الفلور بتاعته عظمه وممبرين، العظمه اسمها بوستيرو ارشد اطلس، الممبرين اللي جالها فوق اسمه بوستيرو اطلس اوكسيبيتال ممبرين، يبقى بون وممبرين. والروب بتاعها مصر اوف ذا سرد لير بتشيل كلمه كابيت، سيمس فاينالس جابيتس وبيسكوس كابيت. اما بالنسبه للبوردر في عضلات الفورت لير ريكسس كابيتس بوستيرو ماينور، ريكسس كابيتس بوستيرو ميجور، انفير اوبليك وسوبير اوبليك. الروب بتاعنا زي ما عرفنا عايزين كونتنت، الكونتنت ثيرد بارت اوف الترب ارض. اللي فينا ذاكر يا ثيرد بارت بتاع الترب ارض كالسن. وارجع ورا وامشي هنا جدا مين ارض ده؟ ثيرد بارت اوف الترب ارض تمام. طب اوكسيبي تنفيذ ريكسس سبلتيشن. الارض كان زمان كان في مين اسمه اوكسيبي تنفيذ. كان الجبس يخش جوه تلاقي حاجه اسمها صف اوكسيبيتال فينس بريكس، وساعتها قلت في صف اوكسيبيتال ترجع خصوصي كده لغايه ما نصلي، يبقى صف اوكسيبيتال فينس بريكس اللي بيفتح فيها فين اسمه صف اوكسيبيتال فين شغال. في فات تيشن تمام فيها تو نيرف سيرفايكال واحد وسيرفايكال اثنين. سيرفايكال واحد بيبقى هنا بين الارش وبين الارض ده خارج اللي هو صف اوكسيبيتال نيرف. سيرفايكال اثنين اللي هو جريت اوكسيبيتال نيرف هيصل عند اللور بوردر بيطلع من تحت الكرب ويتكلم. طبعا لما اجي اسال سؤال الطلبه الصحيحين لو في نرف هنا ونرف هنا اكيد لو انت بقى مخك نظيف النرف اللي فوق اللي جوه الترانجل دوت هيمشي تحت الارض اللي بينه وبين العظم اسمه صف اوكسيبيتال نرف. يعني من طرف بني ادم هتلاقي بوستيرو ارض نايم فوق ارض بين الارض وبين الارض وفي نرف خارج اسمه النرف دوت صف اوكسيبيتال نرف اللي هو دور دارينس اوف سي 1 وطب دور دارينس اوف سي 2 اسمه جريتر اوكسيبيتال هيسأل تحت هنا ونذاكر سكالب نذاكر سكالب نذاكر سكالب. كان في نرف اسمه جريتر اوكسيبيتال ادي الابر بارت بتاع الباك اوف ذا سكالب. ارفع ايدي واسال سؤال الطلبه الشطار وي هاف تو نور سي 1 سي 2 اللي جوه الترانجل تحت الارتري اللي جوه الترانجل تحت الارتري ده سي 1 اللي يسأل عند اللور بوردر اوف ذا انفير اوبليك ويأسند من تحت لفوق في كورس الترانجل ده اسمه ولاد جريتر اوكسيبيتال نرف اللي هو سي 2. يبقى عندي كام نرف يا ولاد؟ اثنين. واحد اسمه جريتر اوكسيبيتال ظهر ات ذا لور بوردر بتاع الانفير اوبليك واسند ابورد كروس الترانجل وكمل راح للسكال اسمه جريتر اوكسيبيتال. جوه الترانجل اتسل سي 1 سب اوكسيبيتال نيرف او دور ذا ريما اوف سي 1 سب اوكسيبيتال نيرف فورم دور ذا ريما اوف سي 1 قالوا الدكتور ريم سب اوكسيبيتال نيرف عمل دور ذا ريما اوف سي 1 وده بيشهر جوه الترانجل. حد فينا من الناس اللي عندها دم وضمير لو انا عملت كده معاك وحط الفرتبرا دي تبقى لي فرتبرا ولاد اطلس. والقلم دوت يمثل مين؟ قلم يمثل ارت ماشي كده اسمه سيرد بارت اوف فرتبرا ارت. يبقى لو بشرح بني ادم سيرد بارت اوف فرتبرا والاطلس فرتبرا بينهم مسافه مين يخرج في المسافه ديت؟ نيرف مين نيرف اللي خارج ده اسمه؟ صف اوكسيبيتال نيرف اللي هو دور تقريبا بتاع مين يا ولاد؟ سي 1. يبقى لو بتشرح صف اوكسيبيتال ترانجل هتلاقي نيرف مين نيرف اللي هتلاقيه؟ صف اوكسيبيتال نيرف اللي هو الدور تقريبا بتاع سي 1 اللي ظهر بين الارض وبين العظمه قالوا ان الدور بصي الارض. اما بالنسبه للنيرف اللي ظهر تحت اسمه اولاد جريت اوكسيبيتال اسمه اولاد جريت. اسال سؤال الترانجل ده اسمه صف اوكسيبيتال ترانجل. سيدنا انا بطلع في الدفعه ديت لغايه كده كده اللي خلينا يعني بعد كده بقى بتوع مقبول وجاي الدواء كانه شايفه مش هتفضل اللي يبقى يدبس الاربع صفحات دول كلهم مع بعض من اول الهلال وبعد كده افضل تبسم ده بص واحده حتى كتاب يبقى اقل كل نوبه ضميرك تسمعها تسلمها كده من بعض هتلاقي روحك جاي من صفحه 24 ل 31 حاجه في الشيشه كده اقول لك انا النهارده بدات من صفحه 20 وصلت صفحه 35 المذاكره قلت يا بابا خلصت قد ايه؟ بابا انت شايف انك بتدبس الكرسي قلت له لا الصفحات دي قالوا عليها بالاسبوعين طبعا في ناس ضميرها تسمعها كده والله واكثر من كده كمان وفي طلبه اروح البيت يطلع فيه الفاينانس كمان وسيمس بانالس اللي يقول لهم يس بس كبير ولا في اورجن زياده على كتب الكتاب وياخدني على جنب يقول لي ده في اورجن تاني ما قلتهمش اقول له ده كتب عضله مخطوبه فقلت لها الاورجن زياده. المهم ان هنا ده الترانجل اسمه ايه؟ صف اوكسيد بتاع الترانجل اسمه ايه؟ صف اوكسيد بتاع الترانجل على الباك والسنيك ويتش لير لما كده فورت لير الفورت ده بتقول الترانجل خلي بروحك ان هو لو جه الترانجل ده مش هتيجي سيمبتو تاني هيتساب السؤال مش الحمد لله هيتساب يعني كده رحت ابص على السؤال وادي اجي السؤال واتساب انت بقيس الترانجل
kao stil obećava, sad baš su kili da nada, tam baš su baš kao da samo čalo, to ti da kao da ti da kao da ali kao da tek, kad nema da, هو حصل لما تخش مشروع تتفرجوا عليه هتلاقي جثث من الدكه حسب واكل الجثه كده بهرانين يقول لك ان دي اهي دي القطعه بقى حولتها نص كده يقول لك حتى مش مهم طب ما انت قلت هتفرجني مش كده لا فانا كنت زمان لما اتفرج اللي هي نص الجثه بهدله صراحه يعني الواحد في المشروع مش لاقي حاجه تفرجني غير الصرف خلاص المفروض ما تجيش على فكره هتطلع من البيت بس حط ايدك كده لغايه جوه عشان تجيب القرش ده على ما تلاقيه مش كده ولا لا طالما قلت له كده حصل بقى هو بقى هو بقى هو المهم يرجع ايوه جديده جت طيب تبدا تنزل الاسبوع الجاي مش كان احنا لحد اكيد مش هينزلوها لحد ما هي موجوده بس لسه الاسبوع ثلاثه او اربعه وخمسه وسته 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 نفس الاورجن او كان الأسانتين مش كان شغل كده ولا أنا فاكر كده أيوة هو أنا كان في نفس كل مختلفة أسانتين لما كان الأسانتين الله هيدي ليش أنا طبعا شفت كده الكتاب القديم جديد أنا ده طبعا الحمد لله إضافة الفيلم سبيت أسانتين اننا بقى في الطب الاطريني اللي نايم يا اولاد يلا نرميه الصفحه اللي حواليكي قدم الدرج اننا في الطب الاطريني سوبر 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 ما يهمناش قام السر بطول السر بطول فيري 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 كومنت السر بطول من الحاجات اللي بتتبرش تحت مبدا الكابرنا الصيف الفكره في ايه لازم اعرف الكابرنا الصيف باروت الجلين، ثيروي جلين، كاميرنا الصينس، سيرو مستويد، تانية سنتين في عيلة كده في الآخر بنعملها لو الامتحانات ما بيطلعش منها مش كافة بقى من ضمن العيلة دي عضلة اسمها سيرو مستويد سيرو مستويد يا أولاد العضلة دي في العمل في الريتل وفي الكور وفي الامتحانات كل الدنيا فيها سيرو مستويد العضلة دي اسمها سيرو كليد مستويد كلمة سيرنو جنب كلمة سيرنو كليدو جنب كلمة كلابيتو ومصطوي جاب كلمة البروسيس يبقى كلمة كليد يعني كلامك العضلة خدت اللقب لأن أنا أرجو من كلامك كما كان ليك كلمة سنو مصطوي ما تقعدش أفتح أطلس ولا نت ولا كتب بدل سنو مصطوي كتب سنو كليد ومصطوي تقول دي في عضلة جديدة العضلة اسمها سترنو كليد ومصطوي اسمها إيه؟ كليد يعني كلامك لأن أنا أرجو من كلامك العضلة اسمها سترنو كليد ومصطوي لو قلنا ان الدرس الحقيقي بيبدا هو دي الدرس الحقيقي اللي جاي متاخر النهارده اقرا السابق شريط الترنج الهبرية الناس اللي جايه بس متاخره ساعه ولا ربع ديت مش الكلام ده بقى ايا كان الظروف طبعا كان الاوفر خد الليل الدنيا زحمه والامور رايح كنا معدي كوبري الجامعه في ست ساعات مش الكلام ده بقى بقى ست ساعات طب في اول كوبري على ربع ساعه امبارح ليه يعني ما درستش انا بقيت ايا كان الظروف عندي يبقى انا عندنا اولاد في عضله اسمها ستيرنو كليد ومصطويد دي ريتل مش عارف في الامتحان العملي انا ببقى اخش اول ترابيزه الاقي علامه على مصطويد بروسيس الانسبشن بتاعها يمكن تلاقي ضربه الترابيزه تلاقيها مربوطه على الجثه مش كده بقى نفس العضله في كده نفس السؤال كمان فالعضله الفيري كومن في الامتحانات العمل عضله قد كده على الجثه ومدلدله في الرقبه كده فكل امتحان بنربطها فالعضله اسمها ستيرنو مصطويد اسمها ايه؟ ستيرنو مصطويد وانا كلمه كليدو بمعنى كلمه كلابيكل اللي لها اورجن في عمل العضله اللي هي تو هيب في الارض استنى الهيب كلابيكال الابر بارت بتاع الاديوس ديبس والكونيبرا ميسترنال الكونيبرا ميسترنال سطح الامام مش الخلف الابر بارت بتاعه تحت السن كلابيكال جوينت يمين وشمال بتاع هذا السترونج راوند تندن واي واحد فينا يودي الابد كده الاقي تندن تخين بيظهر في اللعبه كده ده الارج بتاع عضله اسمها العضله دي ترنو يبقى ترنو مسترونج لها ارج عشان تمسك في الكونيبرا ميسترنال الناس اللي قاعده صح هي اسمها كويس ده كونيبرا ميسترنال لو الدكتور شمال دي انتيور سيرفيس تمام الابر بارت بتاع الانتيور سيرفيس ابر بارت بتاع الانتيور سيرفيس في عضله تاخد اورجن هنا سترونج راوند التند العضله اسمها ستيرنو مستوي اسمها ستيرنو مستوي ابر سيرفيس اوف كلابيكل ميديال سيرف ميديال سيرف ابر سيرفيس اوف كلابيكل ميديال سيرف ابر سيرفيس اوف كلابيكل ميديال سيرف التلت الداخلي مش الميدل ولا اللات ميديال سيرف ابر سيرفيس اوف كلابيكل تطلع عضله كلابيكل ولا هيدل الهيدل طلع من الستيرنوم تندوس عمل طلع هنا في الاشي المين بارت بتاع العضله هو الاسترنو الهيب وليس في الاشي بارت زي ما نشوف دلوقتي يبقى العضله اسمها استرنو مصطوي اسمها بلاد استرنو مصطوي الناس اللي عندها صح ايه صحيح كده معاك فهو كان السنه الجايه
بصيت عليهم قدام مفترض ان كل طلبه كلهم تتصرف يا ريت تسمعوني قد ما تقدروا. العجله ده اولاد نقول مع بعض ايه الموجود دوت؟ قالوا العظمه دي بتتعرض في اولاد قد استنى ما حدش مرتبط. استنى برايك ما في عظمه، مين عظمه اسمها ده؟ كلام. العظمه بتاعتنا بتطلع بتندم مدور كده من انتيريور سيرف فاميلي بريمستون تحت الليفل بتاع السنة كلافيكيلار جوينت ده استنى. السنة دي بتاخد الاورجن هنا وتطلع من تحت لفوق تبقى ديلتا تندر وبعد كده تبقى فليش وتبقى المين بارك بتاع مصر. الابر سيرفس كلافيكيل تلت اتنين تلاته الميديال سيرف. الميديال سيرف العضله تطلع منه بفليشي. فليشي لحم فلان مصر فايبر تايب وتسابير في العضله دي وهي طالعه من تحت لفوق. والعضله كانك وانت بتبص على الجثه تحس ان هي اساسا من انهي هيد لما كده اساس. ولو بصيت على اي اطلس هتلاقي الموضوع عامل كده. اساس العضله هو الاسترنال هيد. اما الفليش بارت دوت تحس السيم بارت من فيا وكل ما بتطلع فيه كانه ديسابير في البارت الاساسي. ويبقى العضله ليها كام هيد يا ولاد؟ اثنين استرنال هيد وكلابيكال انسرشن لاتر سيرفس باستول بروسيس ولاتر بارت والسوبير نيوكال لاين. كنت بتقول هاف كنت بتقول نص تل فالكلام صح. العضله بتطلع تعمل انسرشن فين؟ في لاتر سيرفس باستول بروسيس ما حدش مطلع. والسوبير نيوكال لاين تاخد يا تلته يا نص يا تلته يا نص يا لاتر سيرد يا لاتر هاف يا لاتر سيرد يا لاتر هاف بسميها عضله ديت ولاد استرنوماستويد. وصل ده اورجن وصل ده انسرشن استرنوماستويد. اورجن من تحت طلع منين من تحت ولاد استرنوماكلاب. وصل ده انسرشن اباوت في الماستويد بروسيس والخط اللي اسمه سوبي نيوكال لاين. طبعا مش هقول النيرف سبلاي ماليش دعوه. نيرف سبلاي اللي هموت بسيبس سباينال روت اوف اكسبشن ده الموت سرفايكال 2 و3 ده السنس. قلنا الكلام ده اكتر من بره وبالتالي يبقى زي الار ترانجل وار دامين ده الترابيز العضلتين الوحيدتين اللي بجسمنا اللي ياخدوا نيرف سبلاي موتور لوحده والسنس لوحده هم الاثنين دول استنوا سباينال اكسس يخش العضله دي يا نيرف سبلاي ويمرج منها تروح للترابيز مفيش حد تاني هيحصل له والسنس يجيلها من سرفايكال بلكسس اللي قدام سرفايكال 2 و3 واللي ورا سرفايكال 3 و4 يبقى انا كده فور ايفر تخاف بس السنه الثانيه بقى واسيب الدنيا ان شاء الله هتبقى معاكم هنا بجسمي فيه عضلتين ليهم دبل نيرف سبلاي واحد موتور واحد سنس استنوا ماستوي في سنه ثانيه الترابيز ده في سنه دبل نيرف سبلاي وان موتور وان سيل اذر ماسل اولد نيرف سيل ميكس سم اوف اتس اكسون ار موتور اذر ار يا ولاد سيل يبقى مثلا بكتيريال فيجن ترابيز ده تسمى زوزاي اي حاجه ثانيه النيرف اللي رايح لها دايما ميد الفيكتور لا فيكتور ابر كذا لو كذا بيبقى ميكس سم اوف اتس اكسون ار موتور اذر ار سيل نوع عضلات في قالت لا استنوا ماسل ترابيز اسحب شرط الموتور لوحده سنس لوحده الموتور باينر روت اوف اكسسوري سنس اوف سيرفايكال كام وكام 2 و3 وفنان العضله دي اسمها ولاد استنوا ماسل اكشن الاكشن بتاع العضله اللي عضله لو اليمين اشتغلت الشمال والشمال لا يعني وان سايد يحصل ايه؟ يعني انتوا بتشتغلوا كلكم معايا انا الاورجن هنا والانسبشن العضله من تقع بتسرع وتتوسط ما شاء الله تقرب الانسبشن من الاورجن طبيعي انا هقف كده معاكم قدامكم بتفهموا العضله واقفه هنا وجايه كده العضله دي تبقى كده تبدا تنقبض 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 قررت ما تصدرش منها يبقى العضله دي مش شغاله هنا الثانيه بعدت عن بعض قوي قال طيب انا الاستنى مصد اليمين لما انقبض شويه تتوشي على انهي ناحيه شمال الكلام ده لغايه سنه سنه يبقى استنى المصدر التيرمينال بيس لانهي ناحيه ولاد فوق السايد ما تقعدش مع الشيطان تخلق روحك في حاجه ثانيه لان انا عندي قصه اسمها اورجن وقصه اسمها انسبشن لو انا فاكر بهذا المبدا بذكائك انا عارف انك كنت هتفرق معاكم انا جاي الراجل ده موقفينه كده معانا وقال الدكاتره كرسي محمد كده لحظه حافظ منك انا ولاد الراجل ده واقف معانا كده طب صحيين لو خدت الراجل ده وقفته كده وسالت سؤال خليك تعرف حاجه سنه نستنى المصدر للناس اللي نايمه جايه كده ورحت المصدر بروسيس هتشد تشد تشد وتقربها منها كده يبقى عامل التيرمينال فيست لاني ناحيه سيف سايد ولا اوفر ذا سايد اوفر ذا سايد حاجه ثانيه العضله دي انت ولاد تقدر تشد الهيد تعمل لها بيندنج تو ذا سيف سايد ففيك تعمل حاجتين سيم سايد اوبوزيت سايد ايه سيم سايد اوبوزيت سايد لما كده كبنت النيك تو ذا سيم سايد ترن فيز تو اوبوزيت سايد انا ممكن اعمل اي واحده منهم كده بند النيك بس شديت راس كده ميت وقصرت العضله اهي قالوا طب العضله القوات كم ترن فيز لاني ناحيه اوبوزيت سايد يبقى العضله بتعمل كام اكشن ولاد اثنين ده واحده شغاله ترن ايه يا ولاد لما كده بندنج نيك تمام والترن فيز لاني ناحيه اوبوزيت سايد باذن الله السنه الثابته قريب ان شاء الله الدنيا بتيجي حط ايدي على دقن العيان قول له ود وشك على الناحيه الثانيه وحط ايده كده ود ودك شمال حط ايده على الناحيه كده وقول له ود ايدك كده راسك كده انا حط ايدي على الناحيه الشمال قول له ود راسك شمال كده طول ما بيود راسك شمال انا بقاومه كل ما بقاومه الاقي العضله دي عماله تبان مين العضله اللي بتبان دي؟ انا بصر حط ايده على الناحيه الثانيه ود راسك كده واحط بص على العضله يبقى لو ود كده يبقى هو بيود راسه كده يبقى ودي بقى انهي عضله فيه؟ في ناس الكلام فهشوف الرقبه دي كده
يبقى قلت لما احط ايدي على رقبه الراس لاقي واحد كده هنا اقول له ودي وشك هضحك مين وقاوم انا كده ايد الدكتور على فكره مش كده ودي ده من العيان قلت راسك انت مش كده من على البرد دي استنى بتاع العيان والله عيان بعد كده قلت تاني تاني نفس عندي ناحيه اوبز ساك نرجع تاني للطلبه المقاله اداء العضله متقبلتها الروتين ساك فيكس عايز اقرب مين من مين انسان مش هعمل اورجن انا ما عنديش اعتراض طب العضله الاورجن هو انسرشن هو كده لما عملنا قربنا من بعض ما قربوش قرب بس الفيس راح لاني ناحيه اوبز ساك بالعكس بقى الكلام ده مش شيخ اوبز سايد تبدا في دماغ الطالب فله يجي سيم سايد يبقى بيعترض هي بتبين النكتوس تاني في ناحيه اوبس سايد يبقى المهم ارى اورجن انسرشن اورج يبقى لما جه السؤال قال لي اورجن انسرشن كاتب لي كده يبقى بيندنج نيكتوس اي ناحيه سيم سايد دول بعيدوا عن بعض مش شغاله اكيد ار طيب لو شفت راسي كده قربوا قوي كده فدول قربوا قوي من بعض مش يروح لاني ناحيه اوبس سايد لو العضلتين اشتغلوا مع بعض العضلتين يقدروا يعملوا فليكشن للنيك واكستنشن للهيد كتاب كتاب مش اكستنشن بتاع الهيد بس الحاجه اللي بيفهم اللي ما بيفهمش ما يسمعنيش خلي التانيين كده الاكشن ده زاد عن الكتاب ايه الاكشن نحكيه اكتر من الكتاب ده بس كده ماشي العضله طالعه كده الاسكيه يسمعوا التاني يبص في الارض شويه اجازه يعني اما عمرو راح استنى المقصود طلع من هنا راح المقصود بروسيس واخد كام انسيشن في السوبر نيوكال لاين واللي هي يا جماعه المقصود بروسيس لا عرفت الاوجن وهي معديه العضله عند الجوينت ده ممكن اتلانتو سيب كان جوينت هي عدت قدامه هي معديه وراه السكتر هي تعمل الاراس كده ولا تعمل الراس كده بعد الراس تعمل الهيد ايه اكستنشن اكستند الهيد بعد ما تكستند طبعا هقول تاني نفس الصح اوقف اسمع اسمع يا محمد خليك راجل عامل كده كل قدامه في ورا ما شاء الله لما حين يا ولاد راجل بص اهو كده قدامه كده ورا العضله جايه من هنا وراحت للسبين يوكال لاين العضله دي لو شدت السكال تنزلها كده ولا تعملها كده؟ كده اكستنشن من الهيد لو بعد ما اكستند الهيد وشدته بالاثنين اللي قدام مع انك تعمل ايه للنكله مع كده فليك لو انت بتبص من خرم الباب من فتحه الباب الاوبن بتاع كده على حسب بقول له اكشن حرام ايه بقى الكلام ده بالصوره ليه بقى انا لما تروح البيت عشان حرام حرام يبقى هو انا عامل تجربه قال لي عليها في الدرس افتح الباب وبص مش كده بقى وانت شغال كده شغال استرن مقصود هذا بس تاني انا واقف كده معاك في الطلب اللي تبقى متاخر انا واقف كده العضله معديه كده هل عدت قدام الشورت ولا ورا؟ ورا وراح كده فلو شدت على هيك تكستند الهيد ولو شدت على هيك تكستند هيك ده واحد رايق سرير سبايد سبايد واحد دخل لك مش بابا طبعا بابا ليه موقف تاني لو انت نايم على السرير كده نايم كده وده راسك ونايم كده ودي الخده اللي انت حاطط راسك ممكن حط ايدك كمان تحت راسك كده بابا دخل طبعا بس دي منصور من السرير زي بابا كده انا بس ايه اخوك دخل ممكن ماما احيانا تعمل ايه؟ حط الطاقة طيب وروح تركب كده يعني تيجي رفع راسك من هنا دخلت وجيت يعني على الكاس النهارده قلت ليه بعد السرير النهارده كده بقت نومه ثانيه الوقت اللي بنعمل كمبس على السرير وننتهي بقى خلاص الليل وحب يرفع راسه بس ويرجعها تاني مش هتفكر تفرش التصوير ومين العضله اللي شدت راسه الشمال يبقى اللي بيشتم فروم ذا ايلو في الفايف بوزيشن على المخده دي اللي انا في الوقت الخطيه ستيلز اكشن عكسي بقى لو انسرشن شد على الارض لو سكاب ثابته والانسرشن هو اللي شد على الستر دي انسبيريشن اوف فورس انسبيريشن عضله من عضلات الفورس اسمها العضله دي لما كده ستيل مش معانا فضل نايم من الصبح بس كان قول لنا اورج انسرشن هنا بتطلع اكشن اورج اللي هي كمان دي ولاد الستر هنا في الستر ستر الهيد وكده دي كده الهيد العضله ريد العضله ريد فورس الهيد الاورج هيد اللي هي ستر الهيد ودي كده الهيد اورج ستر الهيد جايه منين يا ولاد لما نتيجه تمسك من ابرم السر لايك ابر بار بتاع التيم سيرفس اوف من ابرم السر ده ستر الهيد كلابيك يا طلع منين؟ كلابيك الوميد ده سيرف او ابر سيرف كلابيك ستر الهيد ستندس اما كلابيك يا فليش المين بانك بتاع العضله ولا ستر الهيد؟ عمل فليش كونتربيوشن بتاع ده بسيط انسرشن لاتر سيرفس اوف مصاد بروسيس لاتر سيرفس اوف مصاد بروسيس ولاتر بار اوف سبينو كارلا ليه بقول لاتر بار كده تقول تير سبينو التهاب قاعد ما تقدرش اي اتصالات مش كده او اي تاني نيرف سبلاي دبل نيرف سبلاي موتور سنس موتور سباينال بارت اكسس سنتري سبايكال انو ثلاث اكشن الاكشن لو وان سايد وبوث سايد
one side bending in next to the center. Then the filter any not the side. I'm gonna both side working with each other, that I'm gonna finish the neck with extended head. When I'm telling him, I see him, she doesn't talk about the description now. The doctor for us, I'm in supine position, I'm in supine position, I'm in the dark green for me, this is supine position, and I'm gonna make head, I'm gonna tell us if we're gonna get in. The heart can eat still, but so to shit, we're gonna get in. If I'm gonna get in the head, we'll help with neck, we're gonna have to say, I'll get in supine position. Don't tell him, I'm in the dark green. بعد كده قلنا مع بعض العضله اللي ممكن تشتغل بلاكس ايوه ريفرس انسرشن فيكسد والاورجن هو اللي اتحرك يبقى الليبيت الاسترنال في عمليه اسمها دي فينس بارش عمليه اسمها دي فينس بارش كده ده الكلام حاضر ليها ماشي من النهارده لغايه بسيب سنه ثانيه اي عضله استمرار ريليشن انا قلت ما قلتش اشطان لسه امتحان اقنعك ان لا ما تتقال ما ذكر لا ثلاث انتيرو باكسينيتور لاتر تلجويد اي عضله يقول لها كلمه ريليشن بعدها انت كان في امتحان على طول كده كل عضله اوريدي جاهزه للامتحان اسمها العضله دي لما كده ترمز اسمها ايه ترمز يبقى العضله اللي هي ترمز خد بص اللي هي تفكش بجد بقى كده يا اما وان سايد يا اما بوست سايد ده وان سايد تعمل كده بقى كده وصلي كده مش كده لا بتشغل بالشغل الوسطي انا الرايت انا عرفت كلام والله يعني انا ثلاث دقايق كمان واجيب نوم انا ثلاث دقايق الحاج من المتاو طب الحمد لله عندنا اولاد انا ليش بتراضى ان دي ليها سوبرفيشن ليها اولاد دي سوبرفيشن ريليشن اللي انتوا خدتوها قبل كده كلها الديب ريليشن حدث منتخب بمعنى نزل صح محدش على حاله لما اجي اشرح بني ادم عنده دم وضمير العضله اللي راجل دوت كده رسمه الكتاب بتاع السوبرفيشال ريليشن حلوه جدا بس انا خايف نعمل كده تمرين بسيط بس في العضله اللي راجل اسمها سنه بسيط تمام السوبرفيشال لا سكين السوبرفيشال فاتشر دي فاتشر بلاتات بكامل الاحمر ده السوبرفيشال لا ده لاند في الموضوع كده الشمال هنا في جلاند اسمها باروت الكلاسيك بوست ميديا كل ما خدنا باروت جلاند قلنا بوست ميديا انما على سنه بسيط بسيط بروسيس عضله بروسيس عضله بروسيس تمام هنا في فين اسمه هو اولاد بوستير بريكولار يجي له من هنا بوستير ديفيجن بتاع ريتو من دي بيعمله بين الناس اسمه سينزنج لما ده كروس وين عندنا في بلكس اسمها سيرفايكال بلكس فيها نرف مش كده ونرف مش كده مين النرفين دول لما كده الثلاث ده اسمه سابنين جريت بريكولار الارض اسمه ترانسفيرس سين كل السوبرفيشال ريليشن بتاعتي ايه السوبرفيشال ريليشن بتاعتها قالوا كيلو فاشيا بلاتيزما وفاشيا كانت فاضي شغالين قالوا بصوا مين ده الست بتاع الجلاند اسمها باروت الجلاند تمام بوستير اوريكولار بيست بالذات الدين نازل هيقابل بوستير بتاع بوستير فيشل يعملوا بين اسمه اكسترنال جاجولار والنيرفات بلكس اسمها سيرفايكال يعني كل الكلام ده لو انا بذاكر صراحه ولقيت برضه الكلام ده حتى في الهيد حق ربنا لقيت اكسترنال جاجولار بين هرجع للصفحه 14 لقيت سيرفايكال بلكس برنشات هفتح للصفحه 12 يبقى هعمل كده على طول كل ما الاقي حاجه هاجي راجع للصفحات الامتحان بقى 10 مرات لما شعري انه بتقلب هم انا اذاكر امتى مش كده لا فدي مذاكره لما يجي لك امتحان يقلب ومحفظهم زي ما هم مكتوبين انما طول ما في وقت في المذاكره يبقى بدي نص ساعه زياده للمراجعه مثلا مش كده بطريقه ان كمان يقعد تذكره يقعد رايته مش كده لا وانا شغال كده طلع الفيلم بدا ايه اللي الثاني معايا قلبه مره اثنين ثلاثه الفيلم الثاني يعني قلت لك انت مكتوبين في صفحه فوق كان مكتوبين تحت كان مكتوبين كده خلصت على كده المهم لسه ما فيش شغل دي بريليشن اولاد حدث ولا فتح حدث ولا فتح بمعنى بقى ما يبكي على بالك تذكره الا صابع رجلك الكبير طبعا قوانين جوانتي طبعا صراحه انما انت رجلك وطبعا ما تحطش حاجه من الصور فيش ريليشن دي ريليشن يبقى مفيش صراحه حاجه اذر وايز عضل عرضها 5 سم بدات في الميدل لاين وخدت النيك بالاوبليك كورس لغايه اللاتر سايد ليه دلوقتي لانك تغطيها او عشان تغطي النيك كلها فهتلاقي اغلب الحاجات المكتوبه يا
يعني الطلبه اللي بتذاكر جامد بعد ما بتذاكر شويه ما بينامش كتير يعني تلاقي عايز يقول حاجات كتير جدا مش موجوده في الكتاب لا هنا ولا هنا تقول ده انت ما كتبتوش كذا ما كتبتوش كذا ما كتبتوش كذا تقول له نعم بس مرضى جرافت كتب الديب ريليشن اللي بلاقيها هتبقى فيها عظمه ده دي بتاعها ودي بتاع جلاريس ودي بتاع بلكسس اسمها سيرفايكال بلكسس ودي بتاع ولاد دينس وارض وشيز وليمفاتيك ثوراسيك تاكت على الليفت سايد وليمف نوز اسمها ديب سيرفايكال هو انت عارف مين يعني العناوين كتير دايما اللي بحب كده لما الدنيا تقيس بقى تبقى في عناوينك يعني دي بلا مصوت بروسس ايه اللي انت جايب لها مصوت بروسس ايه هو دي بلا انسبت على المبارك يبقى دي بلا بروسس اسمه مصوت بروسس ودي مصر طبعا نسيت انا قلت اقول مصر 8 مصر دي بلا انا ولاد انتوني عايز سؤال دي بلا جدا طب دي بلا جلاند سيروجلين وهي طبعا من تحت فوق هنا تبقى في سيروجلين دايما دي بلا ونبقى جدود ده كانت بقى اليمين قوي شويه طب مين الجلاند اللي فوق دي اسمها اروكوسا في سؤال لبكالوريوس مش الطالب السنه الثانيه بيجي له امتحان علاقات 20 سؤال كده يسر نوم قالوا لهم ديس مصر ريليتد لتو جلاندز صح ولا غلط؟ صح ريليتد للباروتيد وريليتد للسيروس سوبرفيشال لتو جلاندز غلط ديب لتو جلاندز غلط هي ريليتد لتو جلاندز صح اللي هم مين؟ واحد سوبرفيشال والثاني ديب سوبرفيشال لها باروتيد ديب لها سيروس هو لعب كده في سنة ثالثة على فكرة أنا جيلوا مع بعض غير أكثر من كده تخافات بس هو ده قاعدة السنة ثالثة توجيه عصبي جدا على فكرة أعملوا لكم كده ماشي أنا لسه تعلموا علينا يبقى دي عظمه وجلاند مين عظمه وجلاند لو قلت ضمير عظمه مصر بروسيس وجلاند اسمها هيرويد جلاند تمام دي بلا بريك لما كده عندنا في ديكس اسمها سيرفايكال بريكس السيرفايكال بريكس بتبقى دي بلا وتطلع منها البرانشات اللي تيجي وتروح وكده يبقى دي بلا بريكس اسمها بريكس دي سيرفايكال بريكس نيرفش دي بلا لف نوت اسمها دي سيرفايكال هم بيسموا دي سيرفايكال عشان دي بلا اسمهم دي سيرفايكال بتقول كورس بتقول ده في لينف نود بقى دي بلا كده اسمها ديب سيرفايكال وعلى الليفت سايد بتبقى في داكت بالكلب كده وراها اسمها الداكت دي ثوراسيك داكت يبقى دي بلا ثوراسيك داكت ولينف نود بقى مع بعض ديب سيرفايكال لينف نود بص بقى هنا في استراكشر حاجه زي كده دي بتاع دينز انت ده شكل الربين ماشي جوه كاروتشيز وانتير جاجلر بين حد فينا فاكر في بين اسمه انتير جاجلر بيبدا في النزل ويروح لاترالي ماشي دي بلا عشان يفتح في الاكسترنال جاجلر يبقى بالتالي دي بلا هنشوفه بقى الناس كلها عملت كده انت ليه هو عمل كده؟ لان احنا قريناه مع بعض قريب هو بيتكلم هو روح البيت عمل كده مش كده فبقيت الصفحه بقول لك ده حتى في الصفحه من تحت كده انت ليجلر بدا وراح كده ديت بعد اول مراجعه تاني مراجعه بقى كنت ممكن تعمل كده بايدك ورقه ابص له ده انا عارفه كمان وجراح وعمل هي دي المذاكره ودي كده الامور بتثبت في ماده كلها حفظ بتتنسي بسرعه جدا فلما اجي اسال سؤال يبقى دي بلا دي ارض حد سؤالك هتكون كارت ارض سنة كرة أرض، أنت أنا كرة أرض في سبكي ليبيا. لحد الحصة اللي فاتت تعرف كان في سبكي ليبيا أرض فيرست بار، كان متغطي بثلاثة ستيرنو، ستيرنو ستيرنو مصطول، بالسكند بار، سكان سنتير وستيرنو مصطول، يبقى سبكي ليبيا أرض مش كامل لا، تقول لي ما في ترانسبيرت شغالين، بس أنا عايز الأرض كبيرة، وكما كرة أرض ماشي جوه شيت اسمه كارت شيت، دي بلاها، ومعايا الإكسترنال كارت شيت والإكسترنال كارت شيت، مش كامل دول كلهم دي ريليشن كأرض. يبقى عايز أقول دي ريليشن تاني، انت لو قاعد كده في الامتحان بتحط ايدك على جسمك يبقى ده بلا بروسيس اسمه ماستول بروسيس دي بلا جلاند هنا اسمها ثايرويد دي بلا بلكس اسمها سيرفايك دي بلا ولاد بين انتير جاجلر وانترنا جاجلر دي بلا مجموعه كبيره جدا من الليمف نود اسمها ديب سيرفايك وضغط على الليفت سايد اسمها ثوراسيك ضغط دي بلا ارتر مين الارتر اللي دي بلا أنا دي بلاها هارت اللي هي كومن كاروتيد وانترنال وثانية جوه كاروتشيز واللي هات لحد ودي بلاها السبكليبيان تحت مش فريد عايزين عضلات ايه العضلات اللي دي بلاها بقى؟ قالوا انا هسال سؤال للاذكياء والاغبياء ما تبصوش انت عامل ريسيرش في المنطقة بروسيس من بره اللي هنا ريسيرش بتاع المنطقة دي اورج العضله اسمها وسيم البيبي اوب الداك سكاليس انتيرال من ضمن الانتيريور ريش ستيرن ماستويد والسبكليبيوس والانترميديتال بتاع الهايول اللي قرا الهضم فالعظم اللي واقفه تحت كده سكالت ماشين بتاع انتيريور ريش من ترانسفيرسال بايكال ارتري وفرينك نيرف وسوبرا سكابيولار ارتري هي راكب علي اسمها ستيرن ماستويد طب ايه تاني؟ قالوا في ترانكيوس اسمه سيو ترانك كان في عظم اسمها سبلينيس كابيس واللي بيتو سكابيس وسكالينا سميتس اللي ذاكر كده
كوليسترول بس تركب عليه لان هي الانتي بوردر بتاعها بتبقى العضلات بتاع الفلور بتاع الانتر انجل الثلاثه التانيين ايه فرايد ماسل ستيرن هايد ستيرويد هم هاتش ما خدناهمش فالغد ما ناخدهم فدي بقى ثمان عضلات عضله فوق وعضله تحت والثلاثات العضله فوق بوستير ميديو بتاع الجسم والعضله اللي تحت سكانر سنتير العضله فوق بوستير ميديو بتاع الجسم والعضله اللي تحت سكانر سنتير وعضلات الفلور بتاع الترانجل اسمه بوستير ترانجل ده ما حدش معترض وعضلات الفرايد ماسل لسه ما خدناهمش ستيرن هايد وستيرن ثايرويد هم هايد ما ناخدهم وبالتالي ما حدش الحيان دي بلاش كتير افرض ان انا نسيت واحده او اتنين ما تقلقش انا مش عايز تقليد انا مش عايز تقليد ده انت لو عديت الحاجات دي على اصابع ايديك ده احنا بنتكلم دلوقتي قرب 50 حاجه وانا في ده 3 درجات مش 3 درجات بديهم لحاجه ب 50 ده حاجه مش كام ده مش هيحرق دمي واذبحك الا بقلب مش كام ده لا انا بدات معلومات تكتب كلام غريب وصابع الكريبتو والمي وكمان وقعد يكتب مش كام ده لا وحط البارود السوبر فيش ورجع حط البارود الديب لكن مش لف حواليا كده ايه اللي لف عليا البارود لفت هنا كده مره ولا وتلاقي كلام عجيب جدا وصابع بيدافع عن باطل على باب اللجنه مش كام ده لا بقول لك ما بنعديش تاليف ما بنعديش تغلط لان الغلطه لما بتبقى غلطه عدم تفكير ما بتفكرش كتير انما التاليف بيبقى واضح الورقه بتخر لوحدها مش كده كل ما تنقل من سطر تلاقي تاليفه جديده كل ما تنقل من سطر يعني لما بنعدي على تاليفه عشان تكتبتها غلط على العلم الفكر صح وطلع غلط بتعدي اكيد انما لما تقرا الصفحه فيها سبع ثمان تاليفات لا ده طبخ بقى مش كده دي حتى بتبقى وحشه فممنوع التاليف ممنوع التاليف في الاناتوم مش كده لو عايز تجيب تقدير اناتوم تقفل تقفل خمسه في ناس بيقول لك انا ست حاجات وجايب في المركز 35 واحد يقول لك انا قفلت وجاب 32 ما تبقاش عارف ان مش عارف تظبطها انما اللي انا متاكد منه ان ده الف وده مألف كتب بس زود لنا حاجتين ثلاثه غلط والثاني كتب حاجات ناقصه بس حسينا ان احنا بننسى فبالتالي يا ريت الامور بعيده عن تلفين العضله كده والصفحه دي شايف قدامك صفحه ريليشن هي لو فكيتهم لو فرحتهم هتبقى بقى في السرفايكال بريكس قبل ما تمشي السرفايكال بريكس اللي هي معموله من سيجي 1 2 3 4 انا وجيت البريكس دي مش لازم في ام اس كيو ننقي منها جزء امتحانات انما ريت لا اللي هنا سرفايكال بريكس بتاعت انا معموله من سي 1 و2 و3 و4 سرفايكال 1 سرفايكال 2 سرفايكال 3 سرفايكال 4 البريكس دي بخلاف البريكال بريكس ده النيرفات بتتقابل بعض على طول بتتسلسل يعني ما فيش حاجه بقى بروتس وترانكس وكورس وكده العمليه هيفه جدا البريكس دي موجوده في الابر بارت بتاع نيك ورا الانترنال جاجل ارت والسيمي ماستوري بيبقى وراها سكانلس ميديس واللي مسكوا الكتاب والبيتر سكابيلي كمان يعني قدامها حاجتين وراها حاجتين الكتاب ما كتبش وراها ايه خالص البريكس اسمها سرفايكر بريكس مين اللي عملها سرفايكر 1 2 3 4 بس حرمها بس حرمها عشان اللي جاي دوت دي نقطة مهمة جدا عشان تقوم تطلبها أنا ولاد الطلبة اللي ما بذاكرش خالص وأنا عارفهم كتير وكثيرات كثيرات أنا ولاد نفسي على جهة الطلبة سرفايكر بريكس سيرتي مش تيجي انا ما في سؤال نقيناه منها كان كوتينيوس برانش نسخين قلت اداريتي وموجود في صفحه 12 ويتشال يبقى في سؤال سكرايب ذا كوتينيوس برانش سرفايكال بريكس عشان حط لك سرفايكال بريكس طبعا انا مش هيجي لي سؤال ريتن اسمه ديسكرايب سرفايكال بريكس ده ما حصلش مش هحصل انا ما يجي لي سؤال اسمه ديسكرايب كوتينيوس برانش سرفايكال بريكس ما انتش صرفه على باب لجنه طب نشوف اللي جاي قالوا الناس اللي عندها ضمير وقربنا الحمد لله ما عندوش نقدر نقول مع بعض دي عضله رقم ايه؟ سرفايكر 1 2 3 4 5 6 7 بقول لكم يا جماعه الدكه قد ما نقدر الدكه بقى شهرين على الامتحان ده تو ماتش ديوريشن ما فيش عندي راس في الشهرين وانا في بالك في الوضع ده صراحه الوضع ده انا ببقى قرب اخر شهر 12 يعني قربت على شهر 1 12 كده عشان ابقى في الوضع اللي احنا لسه نايم ده فحرام صراحه يعني حرام تبقى بتضيع سنه حلوه المهم مش طويله انا عارف في عضلة اسمها سكانرز ميديا نازلة كده للناس اللي عندها شغل تاني بتمارس مهنة تانية أنا عارف سكانرز ميديا والله في ناس شغالة شغلانة تانية سكانرز ميديا في ليفيتر كده العضلتين دول موجودين هنا عندنا في بقى أولاد البريكسرز بتطلع من سرفايكر واحد وسي اثنين وثلاثة وأربعة أنتير برايمر ماي طبعا مش بصير لأن أي بريكسرز ما تعملش منين أولاد لما كده بصير يبقى انتير برايمر ماي بتاع سي 1 2 3 4 اول حاجه مش مختار سي 2 ده بيتقسم الابر واللور وسي 3 الابر واللور وسي 4 الابر واللور اللور 1 يقابل الابر بتاع 2 واللور 2 يقابل الابر 3 واللور 3 يقابل 4 بيعملوا 3 لوبس كده الاكسس كلها بتوصف انها 3 لوبس طبعا ده هيبقى برانش وهتطلع برانشات كتيره كده بعد كده منها السوبرفيشال منها دي
كان بيكسب قلب الفراغ. يعني لو عندي سيرفايكر واحد، سيرفايكر اثنين، سيرفايكر ثلاثة، أربعة. الواحد ده ما بيتقسمش، بس اثنين بيتقسم لتو جروبس أبر ولور، والثلاثة أبر ولور، وأربعة أبر ولور. واحد يقابل دوت ويعمل له لوب كده، وده يقابل ده يعمل لوب كده، وده يقابل ده يعمل لوب، وده بيبقى برانش برانشات. الثلاثة لوبس كل دول تطلع منهم برانش، بتطلع سوبرفيشال أو ديب أو كده. دي أنهي بيكس بتطلع منها دي اسمها سيرفايكر. طبعا خلاف البريكال مع عادة الكاروس والترانس والديفيجن والفورس حاجة هتحصل. المهم البريكس دي موجودة في الأبر بارت بتاعنا بالغتير السيرفر السويت والتيرنال جاكيولار خلاص. هو الكتاب ما تحطش في الكتاب. برانشات ثلاثة مجاميع كوتينيوس برانش، ماسكولار برانش، وكوميونيكيتنج برانش. ايه كوميونيكيتنج؟ بص في صفحة بخير. سي واحد واثنين وثلاثة تطلع منهم برانش تمشي مع لور سي سيرفايكال الكلينيال. لور سي كلينيال اللي هم 10 11 12 10 و 12 اكسبت 12 ازاي؟ حلو. هيبقى جلوسال ده جوينت فايبر من سي 1، هيبقى جلوسال جوينت فايبر من مين بلاد سي 1. يعني الكوميونيكيشن مفتوحه خالص، كوميونيكيتنج برانش تطلع من السيرفايكال بريكسر تو جوين اللور سي سيرفايكال نيرفز اللي هم 10 12 12 12 اسمه هيبقى جلوسال، هيجي له فايبر من سي 1، يبقى هيبقى جلوسال سبيشال كده بين قوسين الهايبوجلوستر ريسيف فايبر من سي 1، الهايبوجلوستر ريسيف فايبر من سي 1، الهايبوجلوستر ريسيف فايبر من سي 1. الهايبوجلوستر اللي هو لاست كلير نيرف هيجي له اكسون من السيرفايكال كام؟ واحد. يعني الكوميونيكيشن مفتوحه او مفتوحه. كتب الالات الكبيره بتكتب اقل من كده كمان، اي ابدا. انا ما يهمني جدا ان سي 1 ان الكوميونيكيشن تمشي مع النيرف اولاده، الهايبوجلوستر ده لاست كلير نيرف. اطلع من الجمجمه من انتيريو كوردايا كانال اللي هي الهايبوجلوستر كانال اللي قدام الكوردايا. الهايبوجلوستر نيرف يجي رايح في الطنج. هو خارج من الجمجمه السيرفايكال واحد بيقول له خد الاكسن دول بتشا معايا واللي حضر معايا دي لو نيرف سبلاي ولا بصير هنا فرصه واخده من سي 1 اللي ماشي مع الهاي فرصة والكتاب ده بيدينا في كتاب الهيد مش فاكرين مش فارقه معايا انا ما عايز اتفق معاك كده ده كوميونيكيشن يجي ماسكر الماسكر برانشز ما تحتس في اللي انا هقوله الماسكر برانشز انا احنا عندنا السن المصري ده فاكرينه والورد اسمه ولاد ترابيه الماسكر برانش ثلاث مجاميع وكتاب احترمهم جدا اكتر كتاب كتبه باحترام فرينيك نيرف 3 4 5 8 4 تمام ده فرينيك نيرف حاجه اسمها ديسندنت سيرفايكلز ومصل ثانيه بقى افتكر منها اللي تفتكر بمعنى دي السن المستوي والترابيزس والليفيتور سكابيوس كان ليه مصل دي بتبقى ممكن ده متعيد فلمهم في سطر واحد فمصل الثانيه ديت لو انت افتكرت 2 3 دي ما جربتش احفظ سن المستوي والترابيزس ولا مين في بعض عشان افتكر بيهم ثاني يبقى في ثلاث علوين في المصل نبص عليهم كده ثلاث علوين المصل ثاني تبص عليه مصر عشان ما تبقاش خلطه خلطه تقول لك ما انا قلت السترو مسود قلت الترابيزس قلت البيتوس كامل ما كفايه عليهم كده لا انا يهمني جدا الفرق بتاع التنفس ويهمني جدا الديسنسور باكالس اللي عمل حاجه اسمها انزا 98 فبالتالي ما ينفعش انسى ده ولا انسى ده فبالتالي لازم افتكره لازم افتكر فرق الديسنسور باكالس اما لو ما افتكرتش اي عضله بعمل السطر الطويل المكتوب فوق دول ولا تكتب ولا اللي كاتب كده ده حتى انا سنين كتبوا بريد بتبقى مصر بتاع يعني كان بيل سكالين مصر برضه ففي بريبر تبقى مصر بتاخد منها وفي سكالين مصر بتاخد منها وبعد كده السنه مصر هيقول لي بيتر استعمل الترابيز الدنيا هيصر في المصر فاصدر مصر دي اي حاجه اللي انت بتكتب السطر اللي وصل الكتيره دي هاخد اللي انت عايز تحط حط خط السنه مصر الترابيز عشان تبقى عازلهم شويه والباقيين ارميهم في البحر فريك لازم كده ده بتاع التنفس فالفريك فريك ده بيبدا في النيك ويمشي على عضله اسمها سكانس بيبقى مظبط بالفتشه بتاعتها هقول حاجه للشطار اللي اشتغلوا الطب يعني العضله اسمها سكانس الفريك ده اللي انت بيبقى ماشي تصرفيش شلها كده تمام هو ماشي عليها مغطي بالفرشه. حاجه الجراحين بيقولوها وانت بتشرح قدام العمليه بني ادم دي العضله دي العضله هنا بلاد استرن نفس واحد يبقى مخه نظيف. الراجل الثاني بيبقى بلاد الفرس. سكالس انتير جاي من ريب 3 و4 و5 و6 و7 في كده اسمها العضله دي سكالس انتير. من ضمن الانتير ريليشن بتاعتك من قلنا هو النيرف مين النيرف اللي معدي عليه ده؟ فرينيك. الفرينيك ده بيبقى ماشي على العضله كده تمام؟ وهم الاثنين مضغطين بالفشه اللي اسمها بريفر تبرا فشه. جراحين والله الجراح مش واحد عادي جراح والله اللي قال كده. قال لي احنا شغالين في العمليات الحته دي لما بنشتغل فيها نلاقي الفشه بتلمع قدامنا كده نبقى مطمنين على الفريق. وانس لعبنا في الحته دي ولقينا الفشه بدات تتبهدل مننا نبقى عارفين ان بدا الفريق يخش في خطر مش كده ولا لا؟ فيقول لك لمعت الفشه طبعا جثه بني ادم مش جثه. لمعت الفشه قدام عيني كده معناه ان البريفر تبقى فشه سليمه الفريق لسه ما عرفتوش مش
وانس بدات اتسلق بقى واروح يمين واروح شمال وبدات الفشل تتبهدل مني، معناها ان انا ممكن ابقى عملت ايه في الفرينك نيرف ده؟ طيرته. مش كده لا، طبعا احنا بنتكلم على بني ادم عنده ليمف نود قد كده بسرطان، واحد عنده ورم، واحد عنده حاجه، مش بني ادم عادي. مش كده لا، طبعا الليمف نود ده سلك الدنيا كلها، بهدل الاناتومي كله. فبيقول طول ما الفشل بتلمع قدامك يبقى الفرينك في امان. مش كده لا، فالكلام المكتوب في كتاب حلو جدا لو اتخذت طبيا، هو ليس مجرد طبيا، ودي بحفظ عشان اخلص يعني. فعندنا في كتاب على الفرينك نيرف، فرينك نيرف بيطلع من 3 4 5 ملي 4 فرينك نيرف الديسنت على السيرفس اوسكالس انتيل بتوين المصر اند اتش فاش ورايح سبلاي ديافرام. يعني نفسي ابقى فاكر السطر دوت كطبيب ورثه بتاع عائلات مجمع. فبالتالي لما اجي اقول لنفسي ان انا نازل على سكالس انتيل وهم الاثنين متغطين بفشل اسمها بريفر تبر فشل، انا هتحسب ايه؟ الفشل وراها النيرف وراها العضله. اه، وطول ما الفشل بتلمع فوق العمليه كده يبقى النيرف لسه في الامان. وانس هبرتاح انا رايح اقطع عين النيرف لما كده فرينك بعمل مصيبه سودا. عندنا بقى في حاجة في صفحة 98 عشان تروحوا لسه على 98. في عيال اسمها أولاد الطلبة اللي بتنام في الدرس ما بقتش بينام كتير جدا جدا جدا، بينام كتير جدا جدا جدا. قال في حاجة اسمها أنت سيرفايكال. إن أنا بحب الأسرعين اللي احنا قبل كده وهنفتحها الصفحة تاني وهنفتحها تاني وهنفتحها مع بعض خمس مرات. ودي تاني مرة بفتح الصفحة دي، تاني مرة لأن انا افتح الصفحه دي لغايه ما انت في الاخر تقول لي اللي في اخر الصفحه 98 ديت ما بلاها بقى وما فيش حاجه ثانيه انت مش حافظ غيرها. فالانزا سيرفايكاليس مقدسه في طب الاصليين، عامل لها تمثال بنعبطها الصبح ونصليها ونجيبها في الاستحاله. فبالتالي عشان ما حدش يبقى ايه يقول لك لا انا مش فارقه معايا، لا فارقه معاك جدا، انت فارقه معانا جدا. الانزا سيرفايكاليس عندها يعني لوب وسيرفايكاليس في النك. الطلبه اللي عندها ضمير وقله قليله اللي عندهم يعرفوا اللي جاي. العظمه دي اسمها عظمه شنيجا بلاد استرنم لطلب كليه التجاره. دي اسمها استرنم. مين يركب فيها داني ريبا ولاد فارس يوم الحد الصبح الساعه 6 ونص او الساعه 8 معانا كتاب السيلف اسيسمنت وهنلاقي منه خمس اسئله في اول قعده. ايه السكوت في اليوم وانتوا قاعدين؟ حتى اقرا الاجابه من ورا بس الكتاب لازم يبدا يتفتح. مش كام ده؟ والاقي واحد تلاقيه من فيلم ذا برينجز من الحاجات اللي بناخدها. وكل حصه يبقى في كتاب سيلف اسيسمنت يتصوره يجيبه معاك. مش كام ده؟ يبقى الكتاب ده عشان مقدس في حصه يوم الاحد كل اسبوع هنلاقي منه خمس اسئله في اليوم. الكتاب ده مش هتساب لغايه ليله الامتحان واسيب ال 20 سؤال بتوعهم. في هذا الكلام يقول لك انا بحل من ذكائي وانت ما عندكش حاجه خالص تحل منها. لا انت عندك ذكاء ولا انت عندك تحل منها، هتحل منين؟ فبالتالي الكتاب يتفتح من دلوقتي. السيلف اسسمنت هتفتح من دلوقتي. كتاب السيلف اسسمنت هتفتح وتذاكر كانه جزء من المنهج، كانه جزء من المنهج. بس افتحه واقراه. مش شايل راسم الكتاب سريع ومخبيه في البيت ويمكن اخويا هو اللي شايله في مكتبه. مش كده لا، روح بيه كي جي وان ولا كي جي تو. روح شوف هو عنده كتاب انجليزي. لا كوما كاروس ارتر قسمته باكسترنال واق اللي هيسرح ربنا هيوديه النار ويحرقه. هايبو جلوس النيرف جاي من ورا قدام عامل كده. هايبو جلوس النيرف ده كيني نيرف نمرة 12 رايح سبلاي تانج. ده الهايبو جلوس النيرف. أول ما طلب الجمجمة السرفايكر واحد واقف مستناه ده العكس بتمشي معاه. يبقى الهايبو جلوس النيرف اللي احنا بنشوفه على الجثة ده مش هايبو جلوس النيرف ده. الهايبو جلوس مع فايبر للسرفايكر واحد. يبقى الهايبو جلوس النيرف اللي هتشوفه على الميت جاي من ورا قدام بيعدي على الارتس وجاي قدام كده ده معاه فايبر من مين؟ سي 1 طبعا ماشي معاه في نفس الشيء. اي برانش انت من هاي جروسر نيرف روح لعضله غير عضلات الطنج يبقى من سي 1. انت معاك 100 جنيه هتديها لعمال المصلحه ذكر. اديتك انا 100 جنيه وانا فوزعها طول ما انت ماشي في الشارع عمال تدي فلوس من فلوسي. يبقى انت بالتالي كده مش هتطلع من جيبك ولا مليم. الهاي جروسر نيرف خلق للطنج ولن يعطي نيرف السبلاي الا لعضلات الطنج. ولازم العضله كمان تبقى اسمها جلوسس، هاي جلوسس ستايل جلوسس بلده، لما اسمهاش جلوسس مش هديه، جلوسس يعني تانج. فيبقى هاي جلوسس طول التانج، فلما يطلع منه برانش يروح لعضله غير عضلات التانج يبقى من سي 1 اللي ماشي مع هذا الموضوع مقفول، انت سهل وهيودي الجينيو هيودي الديسن كده. هاي جلوسس اللي هو ماشي عند الفرقه كروت ينزل منه برانشز والديسندنس هاي جلوسساي. ديسندنس هاي جلوسساي ده من سي 1، قالوا طب ليه سميته هاي جلوسساي؟ اول واحد مش عارف كان فضار. كان دونكي، كانوا جاله طبيبه. مش كام لا كان 88 بص على الجثه لقى النرف معدي نازل منه برانش بس ما اسم النرف قال له ديسندنس هايبوكروستال. اكتشفنا بعد كده انه برانش من سي 1 فسميناه نازل من الهايبوكروستال نرف اسمه ديسندنس ديسند من الهايبوكروستال نازل على سطح الكروتشيس من بره اسمه ديسندنس هايبوكروستال ده جاي من مين؟ سي 1 قالوا سي 2 وثلاثه هيتباعوا برانش ينزل كده من تبع سيرفايكال اسمه ديسندنس سيرفايكال يقابل دواء من اللوب
اللوب اللي هي الانزه دي موجوده على الكارتش الصنبار معموله من اثنين سنس ايه والسنس ايه؟ سنسر والسايد سنسر فاكال سنسر فاكال سنسر فاكال بص الاخطه الخاصه الجايه ان شاء الله لو ايش. طيب الانزه السيرفيكال دي معموله ثدي واحد وستين وثلاثه مين اللي يعتبر ابر روت ومين يعتبر لور روت؟ اكيد الدكتور مين يعتبر الابر روت بتاع الانزه لو عندنا مريض؟ السنتر والسايد تسمى الابر روت اوف ذا انزا. طب السنتر مكان تسمى لور روت اوف ذا انزا. يبقى الانزا بتتكون من كام روت؟ اثنين، واحد ابر واحد لور. الابر روت اسمه ايه؟ السنتر هايبوكروسايد جاي من مين؟ هايبوكروسايد من سي واحد اللي ماشي معايا. كان ده لفه ثانيه على فكره. فالنهارده احنا ضيوف قاعده، ضيوف شوف احنا كده وضيوف، وثانيه هقولها وضيوف، وثالثه هقولها وضيوف، وثالثه هقولها وضيوف، مصر وضيوف، فالهايبوكروسايد نرفع ارفعهم واقرص عليهم وضيوف، واصمم في الاخر ان انا لازم ابقى مذاكر عنوان اسمه انزا سيرفيكال. طب بص في الرسم اللي كتب عشان تقوموا تمشوا يبقى في حاجه اسمها انزا سيرفيكال. الرسمه بتاعتها اللي على الايد اليمين تحت كده الاقي مين منزل النرف اللي نزل ده اسمه السنس هايبوكروسايد اللي هو السبيل روت ومن 60 و3 السنس سيرفيكال السبيل روت عبر حاجه اسمها انزا اللي بيستضيف عضلات اسمها انفراد ما خدناهاش عشان كده ما قلتش اسمائها وبالتالي ما حدش سابقها. عندنا كام يوم كده؟ قوم روحوا مش كمل يوم الاحد كتاب السنس الام سي كيو معاكم. ايوه بكره الساعة 9 دي انا هاخد بقية الفايا كورد وان شاء الله ممكن اوصل ل 100 برين يعني.